السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهلا ومليون هلا بدأت قصتنا، وبكلام الله وآياته باركنا افتتاحنا، وبإرثنا وبعاداتنا وتقاليدنا عطرنا حفلنا، فتحنا قلوبنا شرعنا أبوابنا، هكذا انطلقنا فامتلأت شوارعنا بجماهير العالم التي توشحت بغترتنا ولبست عقالنا. المونديال على أرضنا أضاء على حقيقة ديننا ووحد ألوان أعلامنا، فالعنابي القطري احتضن نجمة المغرب الخضراء، والأحمر التونسي عانق راية التوحيد في الأخضر السعودي. أمهات اللاعبين صاروا أمهاتنا، وسعادتهن فرح وفخر لنا. اللي كسبناه في المونديال أكبر من الأرقام، أعمق من الإحصائيات، وأبعد من المباريات، بل ما اكتسبناه صورة مشرقة ومشرفة لوطننا العربي المعطى. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليالي المونديال. هذه الحلقة تجمعنا بنجمتين لهما حضورهما وأهميتهما في العالم العربي على الصعيد الفني. أولى ضيفاتنا نجمة ذهبية بكل تفاصيلها، تجود على حضورها بفيض تألقها وتلقي بسحر حضورها على كل من يلتقيها. هي رقم صعب في الغناء واسم لامع ببريق خاص، أغنياتها تقلب موازين للترند، وحفلاتها ترجح الكفة لصالحها في كل مكان. فأهلا وسهلا بالنجمة اللبنانية نوال الزغبي. أهلا وسهلا فيك، شكرا على المقدمة، وحبيت كثير شو حكيت عن المونديال وكيف توحدوا الأعلام والدول والديانات. هذا فخر لنا. الحمد لله، شرفتنا اليوم، واكيد بتكون حلقه جميله ان شاء الله. ان شاء الله اكيد باذن الله، ان شاء الله بوجودكم باذن الله. داليا كمان. لا انت قلتي اسمها قبل ما اقولها. هذا من الحماس، بس لانه بحبها كثير. حياتي انت حبيبتي. ضيفتنا التاليه هي فنانه من مصر ام الدنيا، سطع نجمها في عالم الجمال لتكون خير سفيرة لبلادها. دخلت عالم الفن متسلحة بموهبة فطرية لتشكل حالة فنية متفردة، بارعة في أداء شخصياتها، ذكية في اختيار أدوارها، ومحنكة في انتقاء برامجها. فأهلا وسهلا بالفنانة المصرية داليا البحيري. داليا حياك الله. حياك الله يا خالد. حياك. حياك. نشوف بقى ابتدينا. حياك الله يا خالد، ميرسي على المقدمة الجميلة. أنا سعيدة جدا جدا بوجودي معاكم هنا في الدوحة، وحشتني جدا الدوحة. سعيدة قوي قوي إن أنا مع يعني نجمتي المفضلة نوال الزغبي. أما بيك فان حبيبي. فسعيدة جدا، وإن شاء الله تبقى حلقة حلوة ونبقى عند حسن ظن المشاهدين باذن الله. اكيد ما عندنا شك ان شاء الله. وارحب اكيد بضيفي الدائم الدكتور ناصر. دكتور مسي عليك بالخير. وحياك الله. مسيك بالخير والسعاده ومشاهدين تلفزيون قطر، ونجمتين الوطن العربي داليا البحيري ونوال الزغبي شرفونا اليوم في الاستديو. اهلا بك. الله يمسي عليكم بالخير. اهلا بك. شكرا. ست نوال، السؤال الاول حول بطوله كاس العالم. انت طبعا وصلتي البارحه اول امبارح تقريبا للدوحه، لكن متابعه يعني شرسة وبتفاصيل التفاصيل لكرة القدم بشكل أكيد. عام، والبطولة هذه يمكن خصيصة البطولة هذه إن كان عندك أنت فريقين في البطولة مرشحين. فريق الأول ودعنا. برازيل. لا أنت الفريق الكندي ودع. لا أنا مش مع الكندي. معقولة؟ ايه خيليك الشغل شغل والقلب اللي ما يعشق. اذا الاول ودع فعليا هو البرازيل، بقي الثاني اللي هو المنتخب الارجنتيني. واكيد حمس المغرب بشكل كثير كبير، وبتمنى يعني انا لي 20 سنه بحمس الارجنتين، بس ما عندي مشكل يخسروا كرمال عيون المغاربة. أكيد أكيد ما عندنا يعني هذا. سبحان الله اليوم الالتفاف العربي خلف المنتخبات العربية فظيع، يعني قاعدين نشوف حتى في المقابلات في السوشيال ميديا في كل مكان قاعدين نشوف سبحان الله رونق خاص لهالشعور الجميل. 2-0. سوري مش قادرة بدي أطش لك حديثك. 2-0 مبروك. أرجنتين 2-0 مبروك مؤقتا. احنا نقول مبروك مؤقتا. لا ما صار ماري على الماتش. كم باقي الحين تقريبا؟ صار له يمكن
الحين بلشنا الشوط الثاني، يمكن او راح نبلش الشوط الثاني. و 2-0 لحد دلوقتي. 2-0 هن الكرواتيا يعني بيلعبوا دفاع ما بيهجموا وبضلوا للبينالتيز. انا ما بحب هيدا اللعب. طيب التكتيك اللي انت شفتيه في خطه المدرب لما الاظهره نتكلم رياضه؟ اكيد. برجع حق سؤالي الاساسي حول بطوله كاس العالم، اول مره تكون في بلد عربي، يمكن شفتي اجواءها، شفتي رونقها، شفتي حفل افتتاحها، كيف شفتيها الى الان؟ شنو الشعور اللي حسيتي بقشعريره الاحساس والشعور اللي قاعد تشوفينه؟ فخر واعتزاز وحدث كثير كبير عالمي بدوله عربيه وخاصه قطر. يعني شفنا الصورة العميقة اللي ما منشوفها دايماً عن قطر والقطريين، قديش هن مضيافين وبحبوا الناس وراقين. وأنا يعني مبسوطة أكثر لأنه صح لي فرصة أجي أحضر ماتش أو اثنين بالمونديال، لأنه بأي بلد تاني ما حسافر كرمال أحضر ماتش، بس قطر ما قدرت. عن جد كان في كتير إبهار كتير. الحمد لله. داليا بالنسبة لك، هل من موقف يعني استوقفتش حسيتي إن كان في شعور جميل لما شفتي هذا الموقف، سواء على السوشيال ميديا، سواء داخل الملعب، سواء حفل الافتتاح وغيره، أو الأعمال حتى الكثيرة اللي انطرحت خلال تقريبا عدد الأيام من تاريخ 18 نوفمبر وقبله، وإحنا جايين إلى يومنا هذا؟ طبعا أنا سعيدة جدا جدا إن المونديال بتنظمه دولة عربية، شرفونا ورفعوا راسنا. واللي فرحني كمان أكتر وحسيناه كلنا إن المغرب دولة عربية إفريقية الأولى اللي بتوصل للسيمي فاينلز، فكلنا حاسين إن إحنا إيد واحدة، كل الناس بتدعي للمغرب، كلنا ورا الفريق المغربي، ما بقاش فيه حدود. يعني أنا بحس إن الرياضة والفن بجد هم دول اللي بيجمعونا طبعا. وبيجمعونا بشكل جميل جدا جدا. وهو ده الأساس، إنه يعني إحنا بنجتمع الحاجات اللي ما فيهاش يعني بتجمعنا بصدق فيها. خفيف. على خفيف. فأنا سعيدة جدا، بسطت قوي بال قد ايه اللعيبه المغاربه، ازاي الامومه هنا، الام اللي واقفه ورا ابنها وحاطه قلبها يعني ايديها على قلبها وهي بتتفرج عليه، وهو ازاي بيحتفل معاها. كلنا شفنا يعني امهاتنا وشفنا اولادنا في الموقف ده، يعني قد ايه الام العربيه واقفه ورا اولادها، فحاجه جميله جدا يعني من المواقف اللي اثرت فيا. ست نوال، موقف معين أثر فيكي شفتيه حسيتي بإحساس جميل، بفخر معين، موقف ممكن تعملي له شير مثلا على السوشيال ميديا باعتزاز؟ يعني مثل ما قالت داليا إنه توصل دولة عربية إلى الدمي فينال، هذا شيء كتير مهم يعني، وخاصة بقطر يعني واو. وبتحس إنه تيكتات التذاكر للماتش ما عم نلاقي سوق سوداء يعني. حتى في سوق من الاخير شغلت بقى. والحبيت كثير بالفريق، فينا نحكي شويه رياضه؟ اي طبعا حبيت كثير بالفريق. هذا السؤال اللي بعده، نكست كويستشن. على فكره حبيت كثير بالفريق المغربي انه كثير طوال وكل العالم حاطة على البرتغال إنه الكاس لإلهم. لما اجتمعوا مع بعض بماتش واحد كان في فرق كتير، كنت حسيتهم يعني المغاربة هيك والبرتغال مش قادرين ياخدوا الطابة، يعني قديش عن جد وحوش من الاخر. انت شفتي هدف نصيري اللي طبعا بالراس؟ اكيد شفتي لقطه الاعاده، شفتي مين اللي عمل؟ اكيد رونالدو كريستيانو. هذه على طول القفزه، يعني اتوقع انه طبعا صدمه، هم صدمتين بالنسبه حق طب رونالدو. بما انه انت رياضي و كريستيانو رونالدو بشو بيتميز عن غيره من اللعيبه؟ هات لشوف باحترافية. لا لا بعدين لا, لا, لا لا
يشوت يشوت برجلين طبعا. يا جماعه انا وين الزوبي لازم تقدم برنامج عن الكوره لازم سبورت على طول. لا this is not a joke يعني بجد واو انا ام امبرست. لا بتحكي يعني في الكوره كانها حد يعني زي الرجاله هو شفت وبيعمل ايه طبعا انا برافو تعصب رياضي مونديال وعمل دبل كيك مين انا شاركنا الحلم وتفرج للمونديال بلا صح صح كان اي كان مونديال كنت انا وكل اللعيبه بيكام كلهم كان اي مونديال ست نوال كان لشركه شركة بيبسي كان. بيبسي نعم كانوا ما بحبوا يقولوا الاسم الا بلا واقع اتس بارت اوف السي في يعني فاكيد فاكيد يضيء شيء بالشيء هذا من شيء كان البرازيل لا سنة. كان لا من خمس سنين يا لولو او 16 كسبون 4-4-4 بيطلعوا معه اتوقع كان يمكن جنوب افريقيا اذا ما خاب ظني اعتقد كان ساوث افريقيا 2010 كان 2010 كانت شاكيرا عندي الغنية. كان فعلا 2010 اللي كانت فيها الفنانة العالمية شاكيرا الزملكاوية الكبيرة بتقول لنا ايه بقى عن الكورة وعن مستويات كده الموضوع كبر انا زملكاوي طيب ليه فعلا زملكاوي اي والله زملكاوي فعلا هلا انا ما بعرف ايش الفرق بين الزملكاوي والاهلاوي بس بيسالوني انت زملكاوية بقول لهم انت اهلاوية بص انا زملكاويه لاني طلعت في بيت يعني معظمهم زملكاويه ما عدا اخ واحد ليا هو الاهلاوي وبعدين انا كنت عارفه يعني خلاص البيت كله زملكاوي انا زملكاويه بس ما كنتش بفهم في الكوره بس الحقيقه ان انا مع المنتخب المصري يعني لما مصر تيجي تلعب اتفرج او لو الاهلي والزمالك بيلعبوا على مثلا الكاس الدوري اللي هو الفاينلز انما اقعد بقى تصفيات اتفرج ماليش سقطان قوي يعني ما تحضرين مباريات الزمالك احضر بس لما تكون بتلعب في ماتش نهائي يعني مش هحضر كل ماتشات الزمالك لا مش للدرجات دي يعني. لا اكيد مش الكل يعني الله يعينك يعني انت وما انت ليه خليتني اقول ان انا زملكاوي لان انت قلتيها من قبل مش انا اللي قايله قلت صح بحاول اغلوش يعني عشان بس انا ما احبش الاهلاويه يزعلوا مني لا بس انت في انا سؤالي عن حب الكوره في مره من المرات جمهور الزمالك هو اللي كان ينتقد داليا البحيري شنو القصه شنو ايش اللي صار بينتقدوني اي يعني كانوا زعلتي جمهور الزمالك والنبي ما اقدر ازعل حد ربنا يخليك يعني انا ما احبش ازعل اي حد وخصوصا في الكوره يعني بنقول الرياضه بنقول الرياضه تجمعنا ما تخليش كده الناس تزعل مني لا والله بس انا بحب اشجع اللعبه الحلوه والأهلي بجد بيلعب حلو قوي يعني الأهلوية بيشجعوا هو بس الفرق إن الزملكاوية ما بيشجعوا بيبقوا بالراحة الأهلوية يعني عارف بيشجعوا كده بشراسة يعني بيحبوا ناديهم جدا يذكرون شوف ست نوال الزغبي لما تشجع الأرجنتين أيوة أموت على الأرجنتين طيب اليوم طبعا الحين قاعدين الآن يلعب المنتخب الأرجنتيني وبلش الشوط الثاني والشوط الثاني بدايته 2-0 الان الى الارجنتين بكره طبعا هلا يوصلوا للفينال ان شاء الله يكسبوا لا خلاص ما فيش بنالتي ما تدرين كره القدم هيك احساسي هيك شعوري هذا الاحساس الارجنتيني اللي بداخلك بس ما سالتني مين الفريق اللي ما بتحبيه ابدا عارفه مين معقول في غيرهم مبطي واكثر عملت بارتي لما عملت حفله لما طلع المنتخب للعالم اقول دول اللي انا عرفت مين لا كتب المدرب انه اذا ربحت ما راح احتفل بقطر قلت له هلا لا راح لا بقطر ولا بالمانيا ولا ايش معنى طيب ليش المنتخب الالماني ما بحبه انبسطتي لخروج المنتخب الالماني ليك انا عندي صاير شيء معهم يعني للفريق الالماني بالمانيا كان عندي حفله وفايتين نحن على الاوتيل وثاقبت انه الفريق الالماني نازل بنفس الاوتيل وهجموا الفرقه بده يتصوروا معهم
وصاروا يدفشوا فيهم الألمان الفريق الألماني I hate Arabic people ويسبسبوا أنا خدتي موقف كرهتهم خدتي موقف من إيه أنه سوري يعني أنه هول بيحبوكم بدهم يتصوروا معكم يعني مش هيك بيتعاملوا مع العالم لقيتهم كتير عدوانية وأجريسيف فبالتالي من يومها من يومها وانت لا وعملوا هيك داليا منتخب غير المنتخبات العربية كنت مراهنة عليه سواء طلع أو سواء مستمر إلى اليوم لا أنا ما راهنتش بصراحة ما كانش عندي وقت يعني بس بس أنا كنت قاعدة مرة مع صحابي وقاعدين فبييجوا في مكان بنتفرج على الماتش بيقولك يلا تقول مين يكسب في الماتش ده كان تهيألي برازيل وكرواتيا كانوا بيلعبوا مع بعض يعني كان حاجة لازم البرازيل أيوه لازم هما اللي طلعوا البرازيل لا في كرواتيا كانت بتلعب مع حد لا سوري صربيا كانت بتلعب مع مين وخسرت صربيا كانت تلعب مع البرازيل مش كده ست نوال ساعدينا ايوه لا أنا ممكن بامريكا في متوشه ما حضرت لانه الوقت المهم كان كل الناس مع البرازيل انها تكسب وانا ها كله بقى بيتوقع 2-0 البرازيل 3-0 وانا قلت لهم لا كرواتيا 2-1 لكرواتيا ايه ده انت ازاي ايه الاختيار الغريب ده قلت لهم هو انا هخسر حاجه لما اقول يعني قالوا لي لا قلت لهم طب خلاص بقى اي توقعات ما يمكن لانه في بجد في المونديال ده بالذات يعني مش عارفه هتتفقوا معايا ولا لا في كتير حياتي انت في كتير من الفرق ما كناش متوقعين انها تكسب وكسبوا كان في مفاجآت كان في مفاجآت كتير فانا قلت يلا يمكن في مفاجآت تاني كان في استهتار من المنتخبات الكبيره مثل صراحه مثل البرازيل اخر خمس دقائق اخر خمس دقائق تركوا المرمى تركوا يعني الدفاع تبعهم صار كله بده يفوت جول ثاني طب ما بعد في خمس دقائق بيخلص الماتش ليه فلوا كلهم راحوا لحتى يفوتوا جول حبيت التحليل النظرة الرياضية الثاقبة يا جماعة بقول لكم نوال لازم تعمل خلاص سبورتس في كارير شفت مستقبلا متوقع لا على كأس العالم الجاي 26 أنا ابني بيعرف من أول المونديال قبل ما يخلق بكتير كيف بلش وين بلش ومين ربح ومين ما ربح وكل واحد شو عنده عائلة وقدي عمره وإذا مات ما في خبرك فنحن عائله وموجود ابنك كرويه جدا موجود ابنك الحين في الملعب في لا ما لا عنده جامعة ما قدر يجي الله يوفقك ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله قصدي عنده مدرسه يحضر للجامعه هي اللي بعد خمس سنين بعد خمس سنين يحضر للجامعه اوكي واحد من اكبر الحزينين صراحه على منتخب البرازيل الدكتور اي والله فطبعا يوميا كان يقول لي البرازيل والبرازيل البرازيل البرازيل لما طلعوا البرازيل يعني كانت حلقه احنا الحين بناخذ راي الفنانه داليا يعني ان شاء الله الفرنسا والمغرب طبعا ده سؤال يعني طبعا انا مع المغرب قلبا النتيجه وقالبا النتيجه يا رب يا رب يا رب يا رب المغرب يا رب اي النتيجه كم يا رب كم اعطينا واحده كذا على وزن كرواتيا والبرازيل لا 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 دي بجد لا لا دي بجد بقى الثانيه كنت بهزر يا رب تصير لا دي 2-1 بعد يلا 3-1 3 ماشي بس عشان نبقى واقعيين لا ده كله لا ان شاء الله ان شاء الله ترى سيمي فاينل نص نهائي لا لانه هو فرنسي حيلعبوا كثير لا اوكي انا طلعت التيشيرت الازرق خلاص يلعب قدام انا المنتخب اللي كنت مراهن عليه من بدايه البطوله لين الى تأهل لما صار يلعب المنتخب المغربي مع الفرنسي كان منتخبي الفرنسي بس أوكي. بعد خلاص يعني لا خلاص كلنا أنا ما أنا ما ينفعش اوف كورس فتتوقعين 2-1 ان شاء الله للمغرب ان شاء الله انا يا واحد يا بينالتيز يا 1-0 للمغرب اي ولا فرنسا لا للمغرب او ضربات جزاء تعرفين انا حيكون كثير الماتش راح يكون قوي راح يكون جداً. قوي جدا لان في كثير معطيات مهمه يعني على سبيل المثال لما نشوف حكيمي اثنين لاعبين باريس سان جيرمان نجوم المنتخبين عندنا حكيمي مثلا من طرف المنتخب المغربي وعندنا
مبابي مثلا نجم باريس سان جيرمان وهو زميل وصديق حكيمي في المنتخب، هو في المنتخب الفرنسي بيعرف نقاط ضعفه، وهذا هذا 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 اللي يخوف. لا بس ان شاء الله حكيمي كمان عارف نقاط ضعف. هم مع بعض في نفس التيم، نفس التيم في باريس سان جيرمان في النادي نفس التيم، بس المنتخبات الوطنيه هذا مغربي وهذا 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 فرنسي. انا لاحظت حاجه لطيفه قوي في لما بيبقوا في محترفين بره في نفس الفريق مثلا بره، وبيجوا يبقوا قصاد بعض في فريقين، بعد ما الماتش بيخلص بيسلموا على بعض بيحضنوا بعض، لان عشره برضو يعني، فاهم بالظبط يعني. بس مش دايما بيبقى فيه الروح الرياضيه دي عارفه، بس لما بيحصل كده انا بتاثر يعني، خصوصا لو واحد الفريق بتاعه كسب والتاني خسر بيروح يحضنه ويطبطب عليه. اسمع الروح الرياضيه كتير مؤثره والله. بدل ما تقعد تقول لي على الفرنسي. لا دي روح الامومه مش مش روح رياضيه. طيب اليوم طبعا اليوم احنا يعني كلنا ترقب وكلنا استعداد لمباراه المغرب بكره. لو ست نوال طلبنا منك ان انت تسمعين اغنيه كذا تكون كاهداء للمنتخب المغربي بمناسبه وصولهم الى نصف النهائي واستعدادا للمباراه، استعدادا لهذه المباراه مباراه النصف النهائي. انا بدي اقول لهم حفله، يلا حفله، بدنا نعمل حفله بس يفوزوا ان شاء الله. احلى حفله بدنا نعملها يا رب، وان شاء الله حيفوزوا ان شاء الله. ان شاء الله الحين الطموحات صارت الكاس، يعني هم نفسهم لاعبين المنتخب المغربي رفعوا يعني الانجاز اللي عملوه ضد المنتخب الاسباني واحد من اقوى المرشحين، بعدين لعبوا مع المنتخب طلعوا، ولعبوا مع المرشح الثاني اللي هو منتخب البرتغالي وطلعوا، الان يلعبون مع 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 بطل مع حامل اللقب منتخب الفرنسي هو اللي فاز في اخر اخر كاس عالم. صح، فبعد يطلعونه هلا اذا لعبوا مع ارجنتين ومغرب ميسي قصير كثير. قلبك عليه حق عليه ما شاء الله، شباب طوال اجسام المغاربه حلوين. طيب نسمع نسمع منك شيء للمنتخب المغربي. طبعا اكيد يا حفله فقت منها خلاص. زهرة يلا زهرة يلا زهرة
الأرض زهرة وسط كل الناس. حفلة يلا حفلة يلا حفلة. فقت منها خلاص زهرة يلا زهرة يلا زهرة. روقي الحياة مش ناقصة قهرة. اضحكي خليكي برضو زهرة وسط كل يعطيك العافية ست نوال. شكرا. سلام صوتك دكتور. سلام صوت العفو. ست نوال كنت في جولة أمريكية مؤخرا في في لي 5 أيام ريشة في تور بأمريكا في أمريكا. نبغى نعرف شوية تفاصيل التور هذه. في ظهر في بعض المواقف الحلوة اللي صارت لك في التور. هني كانوا 5 حفلات وعن جد حفلات كانوا رائعين. وكان عندي حفلة ليديز نايت يعني. واو. كان في 1500 مرة بالحفلة. واو تخيل. أيوة. ديترويت. هلا أنا قبل ما أروح على أمريكا عرفت إنه ليديز نايت إجمالا بتنعمل لمطرب شاب. إنه ما بتنعمل لمطرب جنات. دقيت اللي عمل الحفلة أصحاب أنا وياه. قلت له إيهاب أنت عامل حفلة ليديز نايت؟ قال لي آه هو عراقي. قلت له كيف؟ قال لي ما تخافي من ورا غنية حفلة جايين كل من الزوين. عن جد كانت حفلة. كيف كانت الأصداء؟ رائعة. حضور؟ رائعة. ما في خبرك يمكن من أجمل الحفلات اللي عملتها أنا. حبيتي الكونسبت؟ كتير. وبتمنى دايما يكون في هيك حفلات. يعني هلا انا بعمل اعراس بيكون في نساء فاميليز عائلات. ايه ما بيكون في رجال ابدا بس حفله ببليك ستات بس 1500 مره. واو. يمكن هم متعطشين لمثل هذه الحفلات في خاصه لحفله يلا حفله يلا حفله طبعا يشيل حد يسونك. اي ناس متعطشين. طيب ازف لك خبر حصري جديد. 3-0 للارجنتين. برافو خلقي كرواتيا. مش معقول. ما بيلعبوا الا بالفينالتي. ليش مزعلينش كرواتيا؟ زلمه ما بيلعبوا ماشي دفاع ما حلو هيك. المات عم بنفعل انا. ايه لا ايه لاحظت ايه بنفعل كثير. مشجع اللي داخل هلا حاسه حالي انا عم بحضرهم يعني بالملعب. طيب داليا فنان عادل ما بتخافين منه؟ خاف منه؟ ايه بعشقه بس طبعا في الاول كنت بخاف منه. ليش؟ لانه عنده كاريزما طاغيه يعني لما تبقى قاعد قدامه كده. لا عارف كانك باصص للاسد. تقدر تبص للاسد من خلف القضبان. ايوه بالظبط. لا هو حبيبي ما شاء الله عليه ربنا يديله الصحه يا رب. عنده كاريزما رهيبه. فلما تبقى قاعد في حضرته كده لازم انا اشوفه هو قاعد فين اروح قاعده في اي حته تتوارن وراه ما يبقاش شايفني. بعدين بعد كده لما قعدت معاه ومثلنا مع بعض فاحنا بنعمل مشهد مسلسل العماره طبعا سفاره العماره ومسلسل فالنتينو فيلم السفاره في العماره ومسلسل فالنتينو. قعد معايا عمل بريكنج للايس كده يعني دوب الثلج زي ما بيقولوا. وكان جميل جدا جدا معايا وتعامل معايا بلطف قوي قوي. وكان دايما يقول لي كومبلمنتس حلوه عشان يخليني مرتاحه. فهو بس مرة جميل. مره ظهر عمرك عمل كومنت لمصلحته هو يعني لانه هو الله يعطيه الصحه والعافيه كبير فلما يشيل ما يقدر يشيل. ايوه فاكره الكومنت؟ ايوه كنا داخلين نصور السفاره في العماره وبعدين مشهد المظاهرات مفروض هيشيلني وهيمشي بيا في المظاهرات وبعد كده هيمشي بيا
شارع فاضي لوحده وأنا بهتف وهيحصل حوار بيننا وبيني وبينه. فإحنا قبل ما نبدأ وهو شايلني فطبعا هو أما دخلت المكتب عند أستاذ عمرو عرفة وكنت خلاص تعقدت على الفيلم وكل حاجة بص لي كده قال لي إيه ده أنا هشيل كل ده لا 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 فأنا قلت له لا حضرتك أنا بدأت رجيم خلاص وهخس على فكرة هم بدأوا شغل قبلي وخسيت 5 كيلو في حوالي شهر شهر ونص يعني وشالني وكان كل حاجة زي الفل يعني. بس كنت قاعدة برضو قلقانة أنا مش يعني برضو أنت الزعيم الزعيم شايلني مع حاجة مش مش سهلة يعني. عادة المرأة تضايق من التعليق على الوزن بس هذا الكومنت كيف خدتي من أستاذ عادل إمام؟ ده لا 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 يعني عنده حق بصراحة يعني كان لازم يطمن برضو هو بقى الألذ إن بعد ما خلصنا المشهد تاني يوم جي اللوكيشن أنا شايفاه جاب لك فراخ؟ لا لا ما جابليش فراخ أنا كنت قاعدة جوه شايفاه الدنيا شمس بره فأنا شايفاه وهو مش شايف إن أنا قاعدة جوه على المونيتور مع الأستاذ عمرو عرفة المخرج بتاع الفيلم فأنا شايفاه وأصل فبيقول لهم داليا فين؟ فقالوا له جوه على المونيتور مع أستاذ عمرو فقال طيب دخل أنا شايفاه بقى من بره مسك ظهره وعمل نفسه إن هو إيه ظهره وجعه فأنا طبعاً قلت له أستاذ عادل شايفاك أنا شايفاك كان عايز يعني يقول لي أنا ظهري وجعني مش شيل وكده بعد المشهد تاني يوم في التصوير فهو ده حبيبي جميل وتعادل يعني المشهد أكثر من مرة ولا هي مرة واحدة وخلاص الحمد لله مرة واحدة وأنا كنت بحفظ كويس قوي وخصوصاً المشهد ده لأن ما فيش مجال تعيد يعني الإعادة صعبة جداً يعني فلا الحمد لله مرة واحدة ست نوال في اكثر من مره يمكن عرض عليك ان انت تمثلين بس دائما عندك رف 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 رف, رف, رف. ليش اخر شيء انسى شو بتقولوا له انتو السكريبت السكريبت النص ايه بالاوتيل يعني خضتي التجربه ونسيتيه فانت اعتبرتيها ساين قد ما كان يجيني عروضات انساهم بالاوتيل انه خلاص ليه يا نونو ليه انا اول شيء ما بحب كثير احفظ اوكي احفظ وقول انسى هلا جمله معايده قعدت لي شي نص ساعه وبضحك بس حدا يقول لي بدك تقولي هيك خلص ما حسيت حالي انه انا ممكن ابرع بالتمثيل في ممثلات بياخذوا العقل انا لا بدي فوت على دومين انا ما عندي تجارب وبخاف وما عندي يعني انا بيكون عندي تصوير فيديو كليب ببقى عطلانه هام يوم كيف اذا فيلم او مسلسل والله وعم هتعقدي والله اذا فيلم انا وداليا ما في يلا يا سلام داليا من 2007 صح اخر جوبا جوبا كان اخر عمل فيلم لا اخر عمل فيلم كان عفوا السفاره يمكن السفاره في العمارة هو كان اخر عمل من بعد كان اخر فيلم اخر فيلم الاخر عمل المسلسلات مستمره وحتى الان حتى انت اعتقد شغاله على مسلسل نسخة الرابعة اذا ما خبرني يوميات زوجة مفروسة لا احنا كان اخر حاجة النسخة الرابعة كان هيبقى فيه الخامسة بس لا لحد دلوقتي لا هذه اول مرة تعلنينها اعتقد يعني كان هيبقى فيه نسخة خامسة او الجزء الخامس وبعدين ما حصلش اتفاقات بقى بين الانتاج يعني مهم وقفت حقق نجاح كبير طيب بس بتكلم عن المسلسل أوكي. هذا والروح الحلوه والكوميديا اللي فيه وهو على فكره هو المسلسل اللي قلت لك قبل شوي انه صار فيه زعل جمهور الزمالك من الحلقه اعتقد ايوه الحلقة لا الرياضية. بس انا لا ده انا كنت طالعه اهلاويه عشان كده اقول لك انت زعلتي جمهورك الزمالك ايوه لا ما هو انا كنت لا ما يزعلوش دول حبايبي والاهلاويه اتبسطوا لا ما هو خالد اهلاوي بس طلع في السكريبت زملكاوي يعني احنا معظم اللي كانوا لابسين اهلاويه زملكاويه ومعظم اللي كانوا لابسين زمالك كانوا اهلي قصدتوها في لا التنفيذ. خالص هي السكريبت مكتوب كده صدفه يعني مش ما يعني مش مقصوده لا لانها حلوه لو كانت فعلا مقصوده انا يا جماعه ترى احنا زملكاويه وراح راح راح نمثل دور اهلاويه ولا انا اهلاويه اهلاويه اي تشجعين الزمالك انا كمان زملكاويه الابتعاد عن الافلام قرارك انت قررتي تبتعدين ولا
حسيت ان انت حابه تركزين في مجال ثاني والمسلسلات اخذتك داليا ولا لا؟ حتفضل السينما هي حبي الاول، لكن اللي كان بيتعرض عليا في السينما مؤخرا مش حاجه اتشرف اعملها، يعني حسيتها هتقللني. انا عايزه دايما ابص ورايا كده اشوف حاجه مشرفه، يعني او بنتي تبقى فخوره باللي انا عملته. مش حلو ان انا ابقى متواجده بعمل ما احسش ان هو هيضيف للناس او يضيف لي. فاتعرض عليا حاجات كتير بس حسيت انها اشبه باعمال افلام المقاولات بتاعت زمان يعني، فما حبيتش. قلت لا خليني كده لحد ما تيجي حاجه حلوه، وقررت اعمل حاجات في الدراما تناسبني وحاجات ابقى فخوره وانا بعملها يعني. تنالك التوفيق ان شاء الله. راح نطلع فاصل، لكن بعد الفاصل راح نرجع ندردش اكثر شوي على مسلسل باربع اجزاء اللي الخامس منه وقف او ما راح يتم. ماشي، خلينا نطلع معاكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود مره ثانيه لنستكمل مجريات حلقتنا في برنامجكم ليالي المونديال. فاصل ونعود. الجوائز المقدمة من شركة عبد الله عبد الغني وأخوانه هي سيارة لكزس LC500 موديل 2022، وسيارة لكزس IS350 موديل 2022. الجوائز المقدمة من شركة سبيد مارين هي دراجة كانام ميفريك X3 DS توربو 2-seat SSV موديل 2022، دراجة كانام رايكر 900 STD موديل 2022، سكوتر بحرية اي اكوا سيدارت فان سي سكوتر. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في حلقتنا هذه من ليالي المونديال، ومستكملين مع ضيفي شلون يقولونها باللغه العربيه الفصحى؟ ضيفتينا. ايوه ضيفتينا، هم تذكرتين هم اثنين ستنضمضموا. اللغه العربيه كيف جتي معاها؟ لا بص، انا ما كنتش ليا قوي في اللغه العربيه، لان بسبب والدي كان بيشتغل بره مصر كتير، فما كانتش اللغه العربيه عندي قويه. لحد ما جيت وبقيت مذيعه هنا في القناه الفضائيه في مصر، يعني مصر. في القناه الفضائيه المصريه، وابتديت اخد كورسات لغه عربيه في معهد الاذاعه والتلفزيون علشان يقوي اللغة، عشان لو قريت نشرة أو أي حاجة. وكان بيديني بقى الله يرحمه الأستاذ الكبير محمود سلطان. وطلعت التانية وأخدت 190 جنيه مكافأة، اتبسطت بيهم. مش عايزة أقول لك إزاي، مش عشان المبلغ، اتبسطت إن أنا بقيت التانية في العربي، ده حاجة إنجاز رهيب. بس أنت حتى لما كنتي مع يعني في طفولتك مريتي على مثلاً أعرف سويسرا مثلاً من بينهم، وعشتي فترة في سويسرا، كمان عشتي مثلاً في السودان. عشت في السودان بس وأنا صغيرة قوي. السودان كان يعني أصغر، ابتدائي سويسرا أكبر شوي. بالضبط. أنا يعني هاي مسألة دخولك المدرسة في السودان، أنا حاب سمعت إن فيها فيها فيها, فيها قصة. لا ما فيش قصة، أنا كنت في مدرسة هناك، مدرسة راهبات اسمها السيستر سكول. رحت المدرسة بعد ما رجعت السودان؟ رحت قريب، زرتيها؟ رحت زرت السودان، ورحت قلت لهم أنا عايزة أزور مدرستي وعايزة أزور البيت اللي أنا سكنت فيه. ورحت بالفعل المدرسة، مش عايزة أقول لك الإحساس
بعد السنين دي كلها انك تروح مدرستك وتشوف المدخل وتشوف الحوش وتشوف كل حاجة، كل حاجة زي ما هي. لا حصل لي كده نوستالجيا، حالة غريبة جدا. والبيت بقى ما عرفناش نلاقيه، يعني قعدنا ندور عليه كتير. ضيعت البيت؟ لا أنا مش عارفة العنوان، أنا كنت صغيرة جدا ومامتي مش فاكرة العنوان، وقعدوا يقولوا لي البيت هو زي عمارة وفي شقة، إحنا كنا في شقة في عمارة قدام ساحة كبيرة وكان في فرن. قعدت أشرح لهم بقى، قلت له هي قدام ساحة كبيرة طب في فرن، قال لي تقريبا كل البيوت قدامهم ساحة وفي فرن. قعدت مشيت خلاص، يعني فقدنا الأمل. وبعدين وإحنا ماشيين كده لقيت ساحة وببص كده لقيت البيت، قلت له وقف هنا هو ده البيت. وحاولت أدخل بس صحاب البيت كانوا مش موجودين، مهاجرين برا. حاولت أدخل بس يعني أطلع أبص، ما عرفتش، كان الباب مقفول يعني. بس إحساس كان غريب جدا يعني وحلو قوي. بس على الأقل يعني عرفت العنوان خلاص. بالضبط بالضبط. ست نوال، في نوستالجيا معينة أنت لأيام طفولة مثل دالي على سبيل المثال؟ لا ما عندي هيك اشياء. انه ما كثير بتذكر يعني، عرفت؟ انه كنا نصيف بجبل وبعض البيت. طيب اللغة العربية كيف علاقتك فيها؟ منيحة. يعني ممكن الحين مثلا نحط لك مثلا نص تقدرين تقرين؟ لا لا هلا نحوية؟ قواعد واعراب وهول ما ممكن يزبطوا معي بس ممكن يزبطوا. جربتي تغنين بالفصحى؟ ايه انا بغنيه بالفصحى. حاول اتذكر شو العمل اللي كان بالفصحى؟ لا الله يرحمه الشيخ زايد كان كاتب اغنيه بالفصحى وغنيتيها له. الله. وطبعا فنانه نوال حافظتي على نجوميتك من اول ما كنتي في الساحه الفنيه الى اليوم. سر اختيارك للأعمال اللي هي خلتك تحافظي على هذه المكانة من انطلاقتك إلى هالوقت الحاضر؟ يعني أنا بستمتع بالشي اللي عم بعمله، يعني لما بختار أغنية بدي غنيها بستمتع. يعني بحس أنه غنية أنا بدي أحبها، بدي أحسها جديدة، بدي أحس أنه ما مش عم غني غنية ديجا يعني رح مل منها. يعني بحب الموضوع يكون جديد على طول، يعني أوقات منغير بكلام الأغنية كتير، منعدل كلمة من هون كلمتين من هون، حتى اللحن حتى التوزيع، يعني بستمتع وبحب شغلي كتير كتير. ما واجهتي مشكلة في اختيار الألحان؟ خاصة أن كثرة الألحان الحين في الساحة الفنية ضيع اختيار الفنان، يعني احس ان هذا المسموع، هذا العمل مسموع، هذا العمل مسموع، فكيف تنقين اعمالك من زحمه الاعمال الموجوده في الساحه الفنيه حاليا؟ كثير بعتمد على احساسي، كثير بعتمد انه هاي الاغنيه لازم كثير تبهرني لحتى اكيد حتبهر الناس. في اغاني بتنجح كثير اكثر من اغاني، بس الحمد لله ما عندي بمسيرتي غنيه فاشلة مثلا، بغنية أعلى من غنية. صحيح. بس على طول حريصة أنه يكون كل الريبرتوار جيد. ست نوال. نعم. وردة الجزائرية. قديه الماتش؟ 3-0. خلصت المباراة شباب؟ لا ركز. 3-3. انت مخك هناك، انت جسديا وروحا روحا هناك. شو النتيجة؟ 3-3. كم؟ 3-0. لا كرواتيا مش لهالدرجة يعني. 6 نوال باقي 3 دقائق. لا هو قصده 3-3، 3 أهداف، 3 أهداف للأرجنتين وباقي 3 دقائق وتخلص المباراة، هذا قصده. بدر الضايع ما فهمت شو رأيك فيني؟ أحلى دكتور بالعالم. هما 3 وباقي 3 دقائق وتخلص المباراة. شو كنت عم تسألني؟ وردة الجزائرية حبيبة قلبي. وردة الجزائرية اللهم امين.
البدايه بدايتك انت في الفن يمكن كنت متعلقه بشكل كبير جدا بادائها باغانيها حتى بشخصيتها بروحها بحركاتها في كل تفاصيلها. أي. ليش اشمعنى وردة الجزائرية رغم انه كان مثلا في كثير صغيرة في بس في عمالقة ثانيين بعد كانوا في وقت قبلها وبعدها ست ام كلثوم على سبيل المثال يعني. ام كلثوم كانت ما كثير يعني كيف تقول لك انا كولد صغير كانت ام كلثوم كبيرة علي يعني ما افهم اوقات المواضيع وكانت تعيد كثير انا كنت مل وانه ايه انه مش مثل هلا انه انا سلطن كلمه بتعيد بالضبط وقتها كنت صغيره ما كنت افهم فيهم هول ورده الجزائريه الله يرحمها كانت نغشي اكثر بصوتها كنت حس انه كيوت صوتها العرب اللي فيها سهله انا اعملها العرب أم كلثوم ما كانت سهلة أنا أعملها أو طريقة المغنى ما كنت أقدر له من هيك كنت أحس السهل الممتنع كانت وردة الجزائرية شو تقول وردة الجزائرية مالي؟ إيه مالي مالي بتعرف أنه أنا كان عمري 7 سنين لما بلشتي تغنينها؟ لا شفتها بشم النسيم على التلفزيون كان أسود وأبيض بتذكر وعم بتغني لا ما كان أسود وأبيض كانت لابسة فستان نيلي وعم بتغني طب وانا مالي ومن وقتها حبيت الغنيه بشكل مش طبيعي الله اي كنت بعدني مبلش جديد انا وقول لهم بدي ارجع اعيد هالغنيه بصوتي وعدتها بصوتي وهي حبتها كثير هذا كنت بسالك طيب لما عدتيها وسمعتها منك من صوتك انت شنو كان اللقاء رده فعلها الكلام اللي سمعتيه منها اكيد في كلام له واقع خاص وانت فان لها النجمه الكبيره رحمه الله عليها ردة فعلها كيف كانت بالنسبة هي رمبطتي شنو قالت لك؟ شفتها مرة بمهرجان كان بأوربت ببيروت وعم نحكي إنه طب وأنا مالي قالت لي خلاص يا حبيبتي دي ما بقتش بتاعتي دي بتاعتك أنتي الله قلت لها لا 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 حياتي أنا أنت الأصل أنت كل شيء أنا لو ما منك يمكن ما كنت عم غني عن جد كانت كتير مثل الأعلى شو رأيك نسمعها؟ صوتها فالت نسمعها؟ ايه نسمعها مالي طب مالي وانا مالي بالاحزن انا مالي مالي طب مالي وانا مالي بالاحزن انا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي ومالي طب مالي وأنا مالي بالأحزن أنا مالي ومالي طب مالي وأنا مالي بالأحزن أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي بحبك قوي عيوني بحبك مهما لموني بحبك قوي عيوني بحبك مهما لموني ما يلوموا طب وانا مالي طب وانا مالي مالي انا مالي مالي ثانك يو شو يا دكتور على ذوقك المغنى؟ الله يسلم حسك احساسك تسلمي شكرا داليا انت لما تكونين في السياره تكونين طالعه نوع الاغاني اللي يستهويك طربيه ولا الحديث من الاغاني؟ بص انا بسمع كل حاجه يعني هتلاقيني اسمع بوب واحب ساعات اسمع حاجات كلاسيك يعني انا برسم فلما اجي ارسم بحب قوي حاجات كلاسيك او ام كلثوم مثلا او حاجات في العربيه ممكن حاجات فيها رتم اكتر يعني احب قوي اسمع نوال الزغبي طبعا عمرو دياب سميره سعيد يعني في الاغاني الشبابي اكتر على فكره نفس الستيل اه
كلهم نفس ستيل. أنا بتعجبني نوال الزغبي أوي. دي تحفة. بموت فيها. بعشقها. لا بجد والله. يعني وأنا سايقة في العربية أسمع الحاجات اللي فيها بيت أكتر. يعني فاهم قصدي؟ يعني خصوصا لو هتمشي بقى في طريق سفر مثلا. أنا بحب السواقة قوي. والوقت اللي بسمع فيه أغاني هو وأنا سايقة. اللي هتقدر تقعد تسمع بمزاج يعني في البيت لو عندي وقت هتفرج على مسلسل فيلم كده. انما ولو برسم برضو بسمع مزيكا بس اكتر وقت اكتر وقت وانا سايقه. يعني حبك للاغاني هذا اللي خلاك مثلا تغنين قصدي تمثلين افلام مع مطربين؟ حظي والله ان انا كتير حظي انه يعني عامر منيب الله يرحمه. اول ما بدأت يا حبيبتي حياه قلبي حظهم يا حياتي. انت حبيبتي يعني فيلم البحار مثلا. حريم كريم صح. الغواص عفوا وحريم كريم مع الله يرحمه عامر منيب. الله يرحمه حبيبي يا الله دي عامر. اول ما بدات كان كل الافلام اللي بعملها معظم الاعمال قدام مطرب فانا الحمد لله تغني لي اغاني كتير يعني ما بغنيش بس غنوا لي يعني غزلوا بي دي حاجه لذيذه دي حاجه حلوه على فكره ان المطربه يبقى الممثله يبقى في مرتبط عند الناس باغاني معينه انا يعني بحس دي حاجه لذيذه قوي. والاغاني اللي في الافلام هذه تحسين لها مثلا تنجح لها يعني مثلا تكون في قالب معين في تشكل اضافه للفيلم؟ اكيد طبعا يعني حتى الموسيقى التصويرية المزيكا بتعمل روح لأي حاجة. يعني أنت لو بصيت على مشهد عادي كده من غير ما يركب له موسيقى تصويرية فاضي في حاجة ناقصة. المزيكا ترجمة للمشاعر صحيح. فالموسيقى التصويرية بنشوف ده معاها. وطبعا لما يبقى فيه أغاني في الفيلم بتضيف له كتير جدا. ده في أفلام اتشافت بسبب نجاح الأغاني بتاعتها. يعني أنت ممكن أغنية تعجبك فتقول ده دي أغنية من فيلم كذا فالناس تنزل تروح الفيلم عشان تتفرج على الفيلم من وراء نجاح الأغنية. فأنا متهيلي الاثنين بيخدموا بعض جدا. بس الأغاني اللي في الأفلام ليها وقع كده خاص عند الناس برضو. زي دلوقتي برضو التترات لما حد بيغني تتر متهيئة انت الناس العزاز. يا نهار أبيض. الناس العزاز نزلت قبل المسلسل وعملت طبعا حاجة كبيرة. العالم صارت مستنية المسلسل بالظبط. وطلع المسلسل حلو قوي أخذت جوائز كتير. بيفرق قوي التترات كمان مع الناس بتعلم. لما يبقى نجم كبير أو نجمة كبيرة بتعمل تتر الناس حابة صوتها وقريب ليهم فتلاقي على طول الناس علق معاها التتر. صح. مؤخرا بقى كله كده يقولك التتر مين هيغنيه لان ده حاجه مهمه بتفرق في الاقبال الناس على انها تشاهد المسلسل برضه. طيب انت تحسين ان من المنطقي ان نتكلم عن الناس العزاز وما نسمعها مثلا انا شايفه مش منطقي خالص. لا بس انا احب انه عم بتعمل رايك عم بتطلب اغاني الفرقه. لا حتى على الفالت صح ايش رايك فيه؟ ايه على الفالت أغلى غالي ما تشوفوش إلا لو محتاج ليك يرجع يبيعك بالقروش للعدو قصاد عينيك من خيانته فين تروح قلبك انت نزف وروح قلبه ده مجرد جهاز وملعون ابو الناس العزاز ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. الله 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 شكرا. ست نوال انا بسالك بعد شوي عن اغنيه تغنينها عن شخص فعلي. في اغاني انت غنيتيها لاشخاص فعليين بس برجع مره ثانيه عن داليا. داليا في سنه 95 كانت اول مره حد يغني عنها كان علي الحجر. انا هي اول مره اول معلومه. كان فيديو كليب كانت تجيش نعيش
لا 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 كانت سمرة وبعيون كحيل. أيوة سمرة. آه بس أنت عارف الناس كانت بتقابلني في الشارع يقولوا لي ما كانوش عارفيني. أنا كنت أخذت مس إيجيبت. أخذت مس إيجيبت 90. آه بس الناس كانوا يشبهوا عليا في الشارع ما كنتش لسه مثلت. يقولوا لي يقربوا مني ويشاوروا عليا. هم عايزين يقولوا لي تجيش نعيش. أقول لهم أيوة أنا تجيش نعيش. أو يقولوا لي إيه سمرة وبعيون كحيلة. أقول لهم أيوة. يعني كانوا لسه مش عارفين اسمي. ما ارتبطش يعني اسمي بشكلي. كانوا بس شافوني في مس إيجيبت وكان عدى شوية وقت. فده كان أول بداية الفيديو كليبات خالص. يعني ما كانش مع يعني لسه الكليب ده حاجة جديدة يعني. وحتى كان كليب بسيط قوي يعني ما فيهوش أي أفكار مختلفة يعني. وخدتي عليه وقتها 250 جنيه بس. آه صح. أنا ما كنتش عارفة أني رايحة أصور كليب. أنا رايحة أعمل إعلان. فقالوا لا طب إحنا رايحين كليب. أنا كنت لسه صغنونة يعني. أوكي كليب مع أستاذ علي الحجار. الله هشوف علي الحجار. وبعدين الأسامي الكلمات الأغنية بتقول سمرة وبعيون كحيلة وجديلة ديل الكحيلة. أنا كنتش عارفة على فكرة معنى الكلام جديلة ديل الكحيلة يعني إيه. قالوا لي بعد كده يعني جديلة الكحيلة اللي هي الحصانة أو الفرسة السودة اللي شعرها. فالمهم أنا قالوا لي كلمات الأغنية مش لايقة على حد غيري أنا يعني. اللي كانوا موجودين واحدة بلوند واحدة شعرها أحمر. فالوحيدة اللي كانت سمرة وشعرها أسود أنا. فعشان كده أنا عملت الكليب مش عشان أي حاجة تانية. وبعدين أخدت 250 جنيه فعلا. وأنا مروحة الدنيا مطرت وعملت حادثة بعربيتي وصرفت الفلوس كلها على تصليح العربية. فكانت يعني دي ذكرياتي مع الأغنية. تكلفتها كانت 250 التصليح؟ أو أكتر شوية. بعد 200. لا ما خلي بالك أنا عربيتي كانت ساعتها 127 عربية صغيرة. والإكسدام وقع يعني كانت حاجات بسيطة وتلمت يعني على طول. طيب. طب أكلمك من أتكلم عن 94-95 تقريبا. ما خلاص فضحتيني قبل خمس سنين يعني تقريبا. قبل خمس سنين بس. ست نوال علاقة مميزة تجمعك أنت والعائلة بشكل عام. وبنتك غنيتي عنها مرة أغنية خاصة فيها تيا. تيا علاقتك ايوه اخبار تريحك صح تريحك على طول تفهمها وهي طايره والله عمري. طيب مبروك الارجنتين فازوا. لا مبروك حفله يلا حفله. ان شاء الله يخسرون المره الجايه ضد المغرب. هم مش هيلعبوا في ممكن خلاص هلا هن على اعتبارنا خلاص ان شاء الله هلا يا الثاني يا الاول ان شاء الله ان شاء الله الثاني ان شاء الله الثاني ياخذون الاول مغربي. فيف الارجنتين فيف فيف الارجنتين ايه يا اوكي شو السؤال لهالدرجه الارجنتين طير عقلك. كنا نتكلم عن تيا. اي تيا وعلاقتك فيها. قبل شوي كانت تتكلم دالي عن علاقة الأمومة. بس أنتي علاقتك مع أولادك علاقة الصداقة. كثير صداقة كثير يعني. بيست فريندز يعني. كثير. أنتي و يعني بعرف عنهم كل شيء. وعلى طول لو قد ما كانت الأمور كبيرة كأنه ما صار شيء. أوكي عادي. بعدين بصير عالجها أنا من تحت لتحت. عرفت يعني ما بخليهم ينقذوا مني. كيف بدي اخبر مام هلا مام لا 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 ابدا. على طول انا داعم لهم. بستوعبهم كثير. بستوعب مشاكلهم. بستوعب حتى سعادتهم بستوعبها بقى. يعني هن بالنسبه لهم انا الركن الاساسي بحياتهم. واوقات بحس بخاف عليهم من هالشي لأنه بيتكلوا علي بكتير أمور وهذا الشي بيخوفني شوي. بس أعطيتهم الحرية يعني المطلقة. بس مربيتهم صح هي أهم شيء. ربنا يخليكي ليهم. مرسي قلبي. إلى أي مدى هناك تشابه بين تيا وبينك أنت على ناحية الأطباع تصرفات الشكل
الحب الهندام إلى آخرة. هلا الفاشن بتموت بالفاشن وعم تعمل فاشن ديزاينر بفلورنس هلا تعمل متجر خطتها رح تعمل لا خطتها ايه هل ايه راح 10 سنين تعبك حبيبي والله حبيتك من اول ما شفتك ان شاء الله بعد عمرك ان شاء الله راح تعمل فاشن ديزاين ماستر في الفاشن ديزاين في فلورنس بعد 10 سنين بعد 10 سنين ان شاء الله ايه بقى هي حابه تكون فاشن ديزاينر كثير بتحب الفاشن و ستيلها ما كان يشبه ستيلي ابدا هلا كثير صارت قريبه انا وياها على نفس الستيل وعندها هي كثير ستيلي يعني مين ما بشوفها بتكره موديل يعني اجنبيه وهي منا موديل وطموحه شخصيتها كثير قويه ما بتحب تتغنج ايه البنت الوحيده اللي ما بتحب تتغنج قويه فيها قوه شخصيه ودغري بتحس اذا صار شغله بخصه الدنيا روقي 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 بعطيها معنويات ابره بالمعنويات وكله بيمشي شو قلتي في اول اغنيه للفنانات اللي غنوا عن بناتهم هي صبوحة الله يرحمها غنيت وشادية من جيلك ما في حد بلا في نانسي كل بنت تعمل لها تصور غنية ومين كمان كارول سماحة من نفس الجيل نفس الجيل احنا قاعد نتكلم عن نفس الجيل نفس الجيل ايه. طيب شو قلتي عن تيا يا تيا نورتي هالبيت ما بعرف مدري شو حسيت لما شميتك وضميت مثل اللي حاله الحال ضم ما بعرف شو اللي غيرتي كبرتي يا عمري زغرتي هاتي يا بعيونك انتي شفت الدنيا يا عيوني ام نامي يا صغيري تتصير كبيري بعطيك عمري نامي بأمان نامي يا صغيري تتصير كبيري بعطيك يا عمري عمري اللي كان الله الله بجد واو دايلي سمعتيها وتخيلتيها القسمت طبعا انا بنتي ما عنديش غيرها الله يحفظك يا رب فيعني حسيت بكل كلمة بتغنيها قسمة دخلتيها معاكي مجال الفن شوي صح في مسلسل كيف كانت الدخلة كيف كانت كلميني عنها التجربة هذه بالنسبة لها والله حبيبتي هي ما بتتفرجش على حاجات عربي بتتفرج أكتر على ديزني جونيور وحاجات أجنبي أكتر فما دخلت تمثل مطلوب منها تمثل بالعربي وهي طالعه مفروض حفيدتي يعني كنت انا بكبر في السن قوي وهي طالعه حفيدتي فطبعا هو السيت اب كله بالنسبه لها غريب جدا هي ليه ماما عامله شعرها ابيض وبتتكلم كده
وابتدت بقى تتكلم، فهي بتمثل زي في ديزني جونيور، تتكلم بقى يعني بطريقه امريكاني كده. شفتها حبيبتي؟ لا ما نتكلمش كده، قعدت بقول لا لا هنقول كذا، وبقيت دايما قاعده لها انا ورا الكاميرا لما ياخدوا الانجل بتاعتها واقول لها تقول ايه. بس والله كانت عندها اكسبريشنز، ولا يعني خلتها وراثة. عندها بس لما بقول لها دلوقتي تحبي تمثلي، لا مش في دماغها. اليوم كم هي انتو فاشن قوي؟ بسم الله عليها، كم عمرها اليوم؟ هي دلوقتي حتم في شهر 2 ان شاء الله 14 سنه. بسم الله ما شاء الله، الله يخليها. بس هي بتلعب في روسيه وليها، فبتحب الخيل قوي قوي، وبتحب الفاشن جدا. وبرضو هي مختلفة عني في الستايل بتاعها، يعني هي أكتر أنتو حاجات باجي وحاجات كده دايما بهذا العمر. وبعد كده ابتدت تقلب بقى شوية، يعني ابتدت تغير، ابتدت تقلب شوية على ماما. شوية بتقولي أنا داخلة أعمل شوبينج في الدريسنج عندك. حلو. بتخش بقى تنقي الحاجات اللي هي عايزاها وتطلع. بسم الله، نفس الطول تقريبا؟ لا أطول مني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها يا رب. طيب والله كله عم ببارك لها على الشوط. مبروك. في يكتب تويت. اي تفضلي تفضلي. عاد انت يعني اول باول انت تغريداتك طبعا على تويتر تحديدا. فيف الارجنتين دغري. يلا يلا اديها واحد. فيف الارجنتين. يلا ننتظرها لما 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 يعمل، لما يغرد العصفور قولي لنا. فيف الارجنتين طبعا. مع هي متأكدة بس ما في تايبوس؟ خلص ما في تايبوس. فيف الارجنتين طبعا. فيف الارجنتين. طيب ممكن يعني تدفعين قسمة باتجاه انها تصبح فنانة في المستقبل؟ لا مش هزقها تعمل حاجة لو هي مش حاساها. الفن على وجه التحديد لو مش جوه، مش طالع من جوه، لأن دي مهنة شاقة جدا، يعني تاني أصعب مهنة في العالم. أول مهنة أصعب مهنة هي مهنة عمال المناجم. تاني أصعب مهنة على طول بعد عمال المناجم هو الفنان، بكل أشكال الفن يعني. فما أقدرش، ما تقدرش تخلي حد فنان، تقدرش تدي حد موهبة، صح. ما تقدرش تخلي حد يبقى فنان، لازم يبقى الحب اللي جواه أكبر بكتير من التعب اللي هيشوفه عشان يقدر يكمل، لأن هي مهنة شاقة جدا جدا يعني. مش هينجح بالضبط. تيا في بالإضافة إلى طموحاتها المستقبلية أنها تكون فاشن ديزاينر، راح تكون حبيبي راح يكون. كيف صوتها وأدائها في لا صوتها أدائها. لا صوت ولا أداء. موهوبة في أماكن ثانية. طبعا موهوبة في أماكن ثانية. لا بالفاشن فظيعة. جمال الصوت عادة لا يورث. لا لا مش ضروري، مش ضروري ورث صوتي يعني. مش من الأشياء، ومش ضروري يكونوا مطربين ومطربات يعني. مثل ما هي قالت داليا انه الانسان شو بحب لازم يعمل لحتى ينجح بالحياه ويكون سعيد. يعني تخيل انا بزقها تعمل مثلا ممثله او مطربه وهي ما عندها المؤهلات، حتفشل حتفشل وحتكون تعيسه بحياتها وحتضيع، خاصه الفن. ترجع تلاقي حالها. الفن محتاج حب عشان ياخذ، عشان يعطي يعطي لازم يحب. 100% دكتور انت ساكت من اول الانترفيو. انا لا انا قاعد افكر في اسئله انا دسمة. بحب كثير لما بيقعد ويطلع بسؤال اللي انا بحب لما بتشاركنا على فكره. ان شاء الله. قد ايه بيطلبوا منك ان تدندنين معاهم في البيت اولادك؟ ما بيطيقوا. ما بيحبوش؟ معقولة؟ لا. انه ما انا عندي جوي هلا بلش يسمع اغانيه، بيبقى حاطط الايربود بدينته وعم بسمع الاغاني تبعي. الثاني ما بحب الموسيقى اصلا، بحب الفوتبول. لا لا هذا اللي طلع معك على اللي عملتي حفله لانه وافق انه يظهر معك على السوشيال ميديا.
هو جورجي. جورجي ما بحب ابدا يتصور، هن كلهم الا تيا. تيا تيا شايل الفرق. بقى جورجي قال من وقت ما خلي وبقول له مام صوره انا وياك دغري بيعمل لي هيك. قال لي طيب بشرط انه ما بتنزليها انستغرام. قلت له خلص اوكي وعديني. قلت له وعدتك. بقى هيك غمرته حدا صورني ماشي دغري ساعتها نزلت. هلا هو ما عرف لانه ما عنده انستغرام. راح على المدرسه بلش يقولوا له اصحابه ايه انت ابن لنوال الزغبي. اه يا حبيبي انا مش عارفه برضه اجا مام كي. قلت له حياتي نزلتها بالغلط وخلص نزلت سامحني. قال لي اخر مره بتعمليها. قلت له اوكي. هو عم ياكل بالمطبخ في تي في الاخبار على الام تي في ابن نوال الزغمي لأول مرة ما ضحتيني. أنا مش عارفة إيه الجيل ده متبني مننا ليه كده مع إنه والله إحنا مشرفين. أنا لا هيدا بحب يتكل على حاله ما بحب يقوله لأنه ابن نوال الزغمي. أنا برضو بنتي سناب شات حطيت عليه عملت لقيت صحابها فبعمل أد لصحابها عادي وأنا هنا راحت قالت لي ما كلمتني قلت لها كيمي في ايه بعتي لي على الواتساب. قالت لي ماما why are you adding my friends on Snapchat. قلت لها so. قالت لي no you have a lot of friends leave them alone. قلت لها طيب اوكي. قالت لي thank you. يعني اللي هو ليه كده مع ان اصحابها بيحبوني قوي والله مش عارفه في ايه. طيب احنا راح نستأذن منكم راح نطلع الان للفاصل. انت يمكن حابه ان انت تحتفلين بفوز الارجنتين. ايه هلا بتعرف كم مسج صار جايين. نعطيك الفرصه راح نطلع الان فاصل. بتعرف هلا شو راح يقولوا لانه نوال بقطر وجه حلو عليهم. وجهك يمكن حلو عليهم فعلا. ايوه طبعا وعلى المغرب يا رب يا رب يا رب والنبي يا رب ان شاء الله يا رب. طيب استأذنكم راح نطلع معكم فاصل لنشرة الأخبار وبعد نشرة الأخبار إن شاء الله راح نرجع لكم إن شاء الله مع ضيوفنا ست نوال الزغبي وداليا البحيري. فاصل ونعود. الجوائز المقدمة من شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه هي سيارة لكزس LC500 موديل 2022 وسيارة لكزس IS350 موديل 2022. الجوائز المقدمة من شركة سبيد مارين هي دراجة كانام ميفريك X3 DS توربو 2-seat SSV موديل 2022 دراجة كانام رايكر 900 STD موديل 2022 سكوتر بحرية اي اكوا سيدارت فان سي سكوتر. دخلك شو اخبارك قلي اشتقت لك انت اشتقت لي دخلك شو اخبارك قلي اشتقت لك انت اشتقت لي
قلتلك طبعا أكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وإنت قلبي معك دخلك شو أخبارك اللي اشتقت لي انت اشتقت لي دخلك شو أخبارك اللي اشتقت لي انت اشتقت لي اشتقت لك طبعا أكيد يومي حبك بيزيد اشتقت لك طبعا أكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك كلمة حنلك بتذكر حالي طفلة وتركض لي اشتقت لك طبعا أكيد يومي حبك بزيد يومي حبك بزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي هلا صوتك هلا انت عارف انه انا عامله هلا جت لاج ها انت عامله جت لاج طبعا ومكثره العشاء لا والله بعدني جايه من امريكا وعامله جت لاج لانه 10 ساعات لورا بس وجودكم وجودنا ولا فوز الارجنتين الاثنين طيب خليني اقول لك الخبريه هذه يلا اسمعي السؤال وشوفي الاجابه من هناك داليا شو كان شعورك اول ما سمعتي ان الضيف التالي بيكون معانا في الحلقه ست نوال الزغبي لا انت مش فاهم فرحتي يعني بص انا بيج فان اوف نوال بجد يعني من زمان انا بحبها شنو قلتي حرفيا قلت لهم بتهزروا مع نوال الزغبي لا لا يعني مش عايزه اقول لك اتبسطت قوي قوي ما انا مرسل بس قال لي داليا البحيري بتجنن واو بتعقل انا ولا مره شفتك شخصي لا اتقابلنا مره بس انت مش هتفتكري كان برنامج العندليب من يكون في لبنان بغيروت زمان وقت غنيت حبيبتي من تكون صح وانا كنت بذيع البرنامج ونوال يا الله مظبوط 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 بس ما قعدناش طبعا اتكلمنا مع بعض ليك بس سوري بس انه انت هالسؤال وبوجودي زدت عشان لا عشان لا عشان عشان تعرفين قد ايه احنا مبسوطين عشان تعرفين احنا قد ايه مبسوطين وعلشان لما تقولين انت نشيطه لان الفايب اللي موجود ها دكتور صحيح هو اللي يمكن يعني محسسك بال محسسك بالبوزيتيفيتي صراحه يعني عم غني شو اخبارك واول مره مش عايش الاحساس تبعها قد ما كنا عم نضحك تحت الهواء وهيت الله مش عايش الاحساس تبع الغنيه لا بدي شيء فرح كده مش عايشه الاحساس لا مش عايشه تخيلي بقى لما تعيش الاحساس الحين داليا بتفرفشنا باغنيه من صوتها ايه ده بس ما تنكد علينا لا 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 وبعدين انا اغني في حضور نوال الزغبي ازاي يعني ما ينفعش لا بالعكس
ممكن نكتشف فيك موهبة جميلة. أرجوكي. لا لا خالص. ممكن نطلع مثلا مساحة في صوتك ما أنت ما اكتشفتيها. لا لا مش للدرجة دي. أصلا أنا اليومين دول بعمل مسرحية ففيها يعني 8 استعراضات وأنا بغني فيهم بس طبعا بالراحة. أبو العربي. أبو العربي مش كده؟ لا لا مش بقى مش أبو العربي، بعمل حاجة تانية اسمها خلي بالك من ليزا. دي متاخدة عن الرواية الأساسية الأصلية البيجماليون. فأنا مفروض برقص وبغني بس طبعا هم هيسجلوا صوتي وأنا في الاستوديو. ف يعني ربنا يستر. انت لسه ما سجلتيش؟ لا ما اقدرش اقول حاجه دلوقتي منها بقى لسه. ليش؟ عشان ما تكشفين. لسه ما هو لسه ما اقدرش عن العمل يعني. طبعا. طيب اعطينا نغمتها بس مش كلماتها. لا لا شوفي في مايكين عندك على الطاوله. ما حلوين قوي قوي المايكين. يعني لا ممكن ما اصور معاهم. ممكن يطلع لك واحد مش ماشي. ايوه مثلا. الو ايوه هذا ماشي. طيب جربي الثاني. الو الحمد لله ماشي. طيب ذا تالنت واحد من ابرز البرامج واولها اللي يعني كنت انت في عضو في لجنه التحكيم. اليوم نتكلم مثلا عن داليا. داليا تقول لا انا صوتي شنو من قلت لها تفرفشنا ايش قلتي؟ انكد عليكم. لا بالعكس يمكن ننبسط. حياتي انت. وي نيفر نو. ما سمعنا لسه. واكتشاف. وتكون اكتشاف بصراحه. مثلا. فذا تالنت برنامج كنت في عضو في لجنه التحكيم. هل فعلا الوطن العربي تحسين والمشاركين بشكل عام اللي يتقدمون على البرامج هذه عندهم خامات صوتيه جميله جدا قابله انها فعلا تطلع واللي احنا اليوم شايفينه كفنانين اصدروا على الاقل سنجل واحد هم نخبة اللي موجودين ولا فعلا في اصوات جميلة وقامات فنية حلوة؟ لا في اصوات جميلة أفضل. جدا بس الحظ ما اكتمل معهم. وتاني شيء يمكن يجي الحظ وهن ما يعرفوا يستغلوا. والشخص مثل ايد واحدة ما بتزقف، لازم يكون في جروب اكيب معه هن يعرفوا يشتغلوا له. بس ممكن وخاصة جديد بيبقى مش عارف يعني كيف الولد اللي بده يبلش يمشي هيك نفس الشيء. بس مين ممكن يؤمن بواحد يمكن عنده صوت؟ ليش انا ممكن اؤمن بهذا الشخص تحديدا من اصوات كثيره لو ما صارت عنده فرصه النجوميه على سبيل المثال في برنامج للمواهب مثلا؟ ليش الواحد في ممكن يؤمن بشخص بس مجرد انه جاره شاف صوته حلو راح اتعب معه بعمل له تسويق بوديه على الاستوديو بسوي له وبتعب معه؟ والله اذا كل العالم بدها تفكر مثل ما انت عم تفكر بيقفلوا التلفزيونات وبيقفلوا البيبان وبيضووا النور. انا عندي راي في الموضوع ده. ايش دخلني انا؟ انا ترى راي في الموضوع ده. لا والله اذا كل واحد بده يفكر هيك ما بتعطي فرصه لهالمواهب الجديده. ما انا انعطاني فرصه وغير انعطاها فرصه وهي انعطاها فرصه. اذا انا بدي خاف من كل موهبه اعطيها فرصه وتوصل مشكله. بس انا متهيالي هو مش بس الصوت يبقى حلو، هو انت محتاج كذا حاجه. محتاج الشخص ده يبقى عنده كاريزما، ومحتاج الشخص ده كمان يبقى عنده ايكيب زي ما قالت نوال، يبقى وراه حد يقدر يعمل له بوش ويبقى عنده حظ. يعني لازم اكتر من حاجه تجتمع ان الشخص ده يقدر يبقى عنده هاله النجوميه او يقدر يكمل ان هو يبقى نجم. يعني مش اي ممكن تقابل ناس كتير صوتها حلو بس مش اي حد، وبالدليل ان في ناس اصواتها حلوه قوي قوي بس ما عندهمش الذكاء ان هم يبقوا نجوم. يستغلون الذكاء انه يختار الكلمات الصح. صحيح. انه يختار الالحان اللي ماشيه حلوه بلس يبقى عنده الكاريزما. كل ده بيجتمع يعمل حد مميز، مش بس كواليتي صوت. يعني ما تقوليش ان مثلا عبد الحليم كان اقوى صوت في الوقت ده. عندنا ناس كتير يعني امثله كتيره جدا. يعني انا بشوف عمرو دياب مثلا، عمرو دياب صوته حلو بس هو الذكي.
ذكي وبيعرف يختار يعني المواضيع اللي بيغنيها، بيعرف يختار. ايه يمكن في اصوات اهم، بس هو كامل ومتكامل، هذا هو نجم. هيك لازم يكون مكتمل من كل شيء. ومشكلة النجم الحين لما يوصل للنجومية وعلى مستوى عالي من الفن يواجه صعوبات كثير، كيف أنا ممكن أحافظ أو أزيد على النجومية على هذه بالزبط. طبعا يكون هو في اختبار صعب. يعني الحين الفنون والأغاني صار فيها تشابه، وفي منطقة الحين الجمهور عاوز كده، يعني أنا أتماشى على الطرب أو على الجمهور أو على الاختيارات السريعة. الجمهور مظلوم قوي يا جماعة، يعني ده يقولك أصل الجمهور عايز كده. لا، الجمهور هيقدر دايما الفن الصح، يعني ما دايما تقال أصل الجمهور عايز كده ونقدم له حاجات أو تطلع حاجات رزية ويقولك أصل الجمهور عايز كده. لا، الجمهور برضو بيرفض ويلفظ الحاجات اللي مش متعجبوش، بس ممكن تأثر بشكل أو بآخر. ست مال، أنت شو رأيك؟ هل الفنان هو اللي يحرك الجمهور، ولا الجمهور هو اللي يأثر على الفنان باختيارات؟ أتكلم عن اختيار كلمة ولحن. لا، بدي لك شغلة. تفضلي. أوقات بتعمل غنية بتقول أنت واو متكاملة وما بتنجح، ما بيكون وقتها. كل غنية لها وقتها، يعني العالم بتكون خلص زهقانة من هالستيل الأغاني، بدها شيء جديد. بس إذا ما في شيء جديد على الساحة وإجوا ناس تانيين قدموا لك فن هابط، يعني في أغاني أنا أوقات بصير غنيهم بقول معقول عن جد يعني إيه، بس هولي هيك يعني بيروحوا دغري، ويعني مثل فقاعة إيه صابون. والاختيار أيضا مهم، يعني مثلا من حبيبي أنا لما نزلت ديو طبعا مع الفنان وائل كفوري كسرت الدنيا طبعاً. طيب سبب نجاحها؟ سبب نجاحها أول شيء الأستاذ سيمون اختار نجمين، اثنيناتنا عندنا نجومية، اكتملنا مع بعض والغنية قوية وانشغلنا صح. وليش لليوم نشوفها عايشه الاغنيه هذه؟ يعني شوفي خلص غنيه من الاغاني اللي عايشه، لان فيها الجانب اللي ذكرته اكثر مره الطربي. خلص العالم عنده يعني ذاكره الغنيه كثير قويه عند الناس. ايش رايك نغنيها مع بعض؟ لا ايه دكتور فرد مره؟ ايه بدك تغني فرد مره؟ ماشي ماشي. يا ليالي 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 يا ليالي حياتي انت حياتي وغرامي انا
لما انت سألتي قلت لك بحبك سألتي حبيتي بطاعك قلبي لما انت سألتي قلت لك بحبك سألتي تخبيتي بطاعك قلبي صعب عليك تحكي من العين انت اللي بحبه وانا انت اللي بحبه وانا انت اللي بحبه وانا انت اللي بحبه وانا برافو ابدعت مالي سامحيني يعني لا عادي بعرف والله غنى الدكتور غنى لنا القطري وغنى لنا الكويتي وغنى لنا المصري وغنى لنا التركي والغنى الهندي لا 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 واليوم عطانا لا اللبناني كله الله الله برافو برافو يا دكتور الله يعافيك يسلمك ذكرى كثير ناس عندهم عند ذكريات معينه مع هالاغنيه العمل عمل جميل صار له يمكن ما ادري يمكن 15 20 سنه يمكن ما 25 سنة اربع سنين ونص انا نسيت لا والله انتو خايفين على علي وانا مش خايفه على حالي ها انتو خايفين على مستقبلي عم بيضيع من بين ايدي الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله حبيبتي والله كل انترفيو رايحين معي انتو والله نتشرف يعني ودكتور دكتور يعني انفع كورال بعد نوع وكل وكل كل حلقه اذا في فرقه تتغني الاغنيه هذه اي على طول طيب داليا افندم ربنا يخليكي ابي ارجع قبل شوي كنت راح اتكلم عن يوميات زوجه مفروسه ايوه اول شيء شو يعني مفروسه يعني كل ست بتبقى مفروسة حتى شو يعني مصطلح مصري هذا صح؟ مفروسة متغاظة يعني كده متضايقة متجوزة حلو الله يستر احنا موعدين بقصف عشوائي بعد شوي احنا الشباب مش انت لا انت سليمة امورك طيبة انت انت اليوم صار في توالف قوي وخطير بينك وبين ست نوال بس انا خايف ليه؟ هنعمل فيكو حاجة؟ لا توعدتنا قبل شوي على العشاء انت توعدتينا على العشاء فانا اطلب منك اللطف بشو؟ الحمد لله نسيت شفت طيبة هذه طيبة القلب هذه قلبها ابيض لا لانه حكيت كثير انا على العشاء كثير حكيت لانه بلشت انعس واذا ما بحكي كثير بنام انت تنامين كثير كثير بدري عادة وتصحين كثير بكير 12 11 صحة نظام صحي طبعا اليوميات أربع مواسم ما شاء الله قدروا الناس أنهم يكتشفون شخصية كوميدية رائعة في داليا البحيري لا هم اكتشفوا شخصية أنا كنت بقول لهم بعد أول هو ما كانش فيه أجزاء أصلا هو كان بس مسلسل واحد وبعدين لقيتهم بيقولوا لي وانا متخوفه انا قلت ده غالبا هيبقى نهايتي يعني انا كده مش همثل تاني لا لان انا مش كوميديانة يعني انا ممكن امثل كوميديا موقف انما انا اطلع اعمل كوميديا مش انا خالص يعني بس هو كانت المواقف كوميديه فعشان كده هو عمل صدى مع الناس والناس ابتدوا يشوفوا نفسهم يعني العائلات ابتدوا يشوفوا كل ست شايفه نفسها في الموقف ده وكل راجل شايف نفسه الاولاد جو العائله عامه فعشان كده يعني الاسره المصريه والعربيه عامه حبوا المسلسل قوي الحمد لله احنا عاملين 1,800,000,000 مشاهده على اليوتيوب على جالنا شهاده من جوجل ف حاجه جميله يعني طيب في ايفولوشن معين قاعد في تطور معين قاعد يصير حتى على مستوى طبعاً. اسم العمل يعني مفروسه بعدين مفروسة يوميات قوي. مفروسه يوميات زوجه مفروسه وبعدين يوميات زوجه مفروسه قوي
وبعدين يوميات زوجها مفروسه قوي قوي حسب كل جزء بنزود قوي بقى. طب راح نزيد ثلاثه قوي ويقول يا رب يا ريت والله. الناس حابه المسلسل جدا واحنا استمتعنا بيه جدا جدا. هو طبعا هيبقى فيه حاجه ناقصه كبيره قوي في المسلسل ده، هو هيبقى غياب النجمين الكبار الاستاذ سمير غانم الله يرحمه والاستاذه الكبيره رجاء الجداوي، لان هم كانوا الكابل الجيراننا مفروض، فطبعا ده هيبقى خساره كبيره قوي قوي للمسلسل يعني. سمير غانم العلاقه معه كيف كانت؟ شخصيه لن تتكرر. فعلا حقيقي يعني قد ايه كان ما يتنرفزش في التصوير، هادي بيجي كول قوي قاعد في الاوضه بتاعته طول ما هو مستني بيسمع ميوزك كل انواع المزيكا، يعني ممكن تدخل تلاقيه بيسمع شعبان عبد الرحيم، تدخل مره تانية بيسمع موسيقى كلاسيك لمعرفش مين، معاه اسمه ايه ده زي فيديو تايبنج يعني او بيسموه ايه فيديو بلاير سي دي بلاير، وبيتفرج على مسرحيه قديمه ابيض واسود او فيلم فرنساوي معرفش ايه، وهو قاعد بيسلي نفسه مبسوط ومستني وقته، يعني حد جميل طول ما هو في اللوكيشن في جو من السعاده كده، بيقول نكت ويهزر وكان حد جميل جميل الله يرحمه بجد، حد لن يتكرر. انا يعني في لحظه صراحه يعني احنا اليوم تقريبا الحلقه يمكن 25 او 24 25 من البرنامج، في كثير ضيوف مروا علينا 26 اليوم شكرا، فخلال مروا علينا ضيوف كثار، دائما النجوم الكبار سبحان الله حسينا في باترن معين، في 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 صفه معينه على كل النجوم الكبار اللي الان نعرفهم، من بينهم طبعا ست نوال، واليوم انا اكتشفت صراحه شخصيه مغايره تماما علي. انا كنت متوقع كنت اشوفك اكيد وكمتابع وكأحد المستمعين، لكن اليوم شخصيا اشوف ان فيها اطباع رائعه جدا، فيها تواضع وفيها تقديم رساله رائعه جدا، مثل ما ذكرتي عن الفنان سمير غانم وكثير غيرهم، مثلا ايضا قبل شوي ذكرتي ايضا الفنان عادل امام. ففي بعض في مواقف تعطي قدوه حسنه لكثير من الفنانين الجيل الحالي اللي يمكن يوصل لنجوميه الارقام على السوشيال ميديا، فيحس نفسه انه وصل لمستوى ينسى انه في نجوم اكبر منه واقوى منه حافظين على سمات معينة. وأنا بأسمعها منك كونك أنت أحد النجوم هذين اللي أنا بصراحة اليوم حتى أتكلم قبل شيء مع الدكتور أقول له دكتور أبداً ما توقعت ست نوال تكون بهالروح الحلوة على الهواء وتحت الهواء. فودي أسمع منك رسالة ممكن توجه إلى الفنانين الجيل الصاعد أو فنانين اليوم بلشوا يفوتوا على المجال، شو الرسالة اللي ممكن تتوجه لهم كأساس إنه يعني يستمرون بخطة ثابتة من الناحية من ناحية الأخلاق والذوق والتواضع كرسالة أساسية. يعني أنا بقول شغلة إنه أول شيء يعملوا فن راقي وفن حلو وهن مقتنعين فيه وما يتاخدوا بالأرقام اللي انت حكيت عنهم، انه بيبقى عنده ارقام يا لطيف، انه سوري بس حيالله حدا بيبقى عنده ارقام، حيالله حدا صار بيطلع ترند هلا مش مقياس. يضل متواضع ويضل عنده رساله بده يقدمها، مش مجرد بس فن ويرضي اذواق معينه من العالم، والباقي اكيد هو بيكون عارف شو الخطوات الثابته اللي هو ماشي فيها. داليا قابلت كثير من الفنانين الكبار، يمكن ما تطرقنا بشكل اساسي على موضوع الصفات هذه، صفات الفنان الكبير. من خلال معاشرتك لهم والعمل معاهم، ايش ابرز الصفات اللي تشوفينها واللي تنصحيننا كلنا احنا كمشاهدين ايضا تكون موجوده عندنا لناس حابه انها تدخل في المجال ويصعد نجمها فيه؟ أنا الحقيقة اشتغلت مع فنانين كبار جدا جدا، أستاذ طبعا عادل إمام، أستاذة كبيرة مديحة يسري الله يرحمها، أستاذ رجاء الجداوي، أستاذ سمير غانم، وناس تانية كتير.
من الزمن الفن الجميل زي ما بنقول. أهم حاجة لاحظتها فيهم كلهم هو احترام المواعيد جدا. دايما يجوا قبل التصوير بساعتين ثلاثة، بيبقوا أول ناس موجودين حقيقة يعني. الهدوء في اللوكيشن، احترام من أصغر حد لأكبر حد، يعني احترام الكل في اللوكيشن حاجة مهمة قوي. أنا محافظة قوي على موضوع المواعيد بتاعتي، لأن دي أنا حاجة تعلمتها منهم. دلوقتي بقى اللي بيعمل كده بقى نمكي ومحسوك وبتاع، فأنا من الجيل النمكي يعني أحب أبقى أنتمي ليهم يعني. بس والتواضع طبعا، التواضع، وإن الواحد يبقى أنا سمعت برضو حاجة لروبرت دينيرو كان قالها قريب، إن مهما لقيت نفسك بتكبر وإن أنت في القمة دلوقتي، بيقول cool down، يعني خلي كل حاجة بالراحة، لأن في وقت هتيجي مش دايما هتبقى فوق، يعني هيجي أوقات في ups and downs يعني. يخفت نجمك. فدايما تبقى إيه، to keep cool يعني، يعني احتفظ بأن أنت تبقى كده هادي وما تخليش الموضوع يكبر في دماغك يعني. أهم حاجة التواضع طبعا برضو مهم قوي. دكتور، انت يمكن عندك وجهه نظر فنيه من ناحيه العلم والعلوم الموسيقيه، خاصه حق الفنانين اللي حاب انه يسلك مجال الفن تحديدا. اهميه الوعي الفني، الوعي الخاص بالمهنه اللي يشتغل فيها. طبعا الفنان في مقاييس كثيره وعلوم كثيره لازم يتعلمها قبل يدخل المجال الموسيقي او الغنائي او الفن بشكل عام. وفي أسس معينة، أولاً احترام النفس، احترام الذات، يعني الاختيار الكلمة الصحيحة الهادفة أو الكلمة المجتمعية الموجودة الحين في مجتمعنا، اختيار نمط الأغاني اللي تناسب المجتمع وتناسب الجو والرقيب الأعمال اللي مفروض يحافظ على مستوى الأغنية أن تكون في مجتمعنا العربي محافظ على الرقي في العمل، ما يأخذ الأعمال اللي هي خلينا نقول ما لها قيمة، يعني لا هي تضيف للفنان ولا هي تضيف للمجتمع. فيعني أنا ضد هذا المبدأ. وأيضا الفنان المثقف حلو لأنه راح يتثقف باختيار الكلمة، اللحن، التوزيع حتى الموسيقي. في فنانين كثير يدخلوا حتى لمرحلة التوزيع الموسيقي ومرحلة هندسة الصوت ويلحنون طبعا. وهذا الغنى يفتح مجال للتلحين، كل ما هو غنى كل ما خياله الموسيقي يتوسع ويكبر، فيلاقي نفسه انسحب إلى مجال التلحين. فبعد التلحين يلاقي نفسه بيدخل في موضوع، يعني بعض الفنانين يحبون يدخلون حتى في موضوع التوزيع الموسيقي، فهذا طبعا مهم. ودائما اقول تعامل مع الناس برقي عشان يعني الناس تستقبلك برقي. احسنت، شكرا دكتور. ست نوال، انت بتتسابي ولا مش بتساب؟ هلا انا مش فتساب. مش فتساب. ايش قصة العمل هذا اللي قبل ما ينزل عمل ترند؟ اي والله تخيل. ما نزل ما نزل. اي ما نزل، عمل ضجة. بينزل بعد اسبوعين الله رب. بعد اسبوعين راح ينزل. شنو قصة الضجة اللي صارت على انا مش فتساب؟ لانه يعني لما اخترت الاسم انا مش فتساب، حسيت انه العالم ما رح تفهم ما هي حسب كيف تكتبها باي طريقه. اول شيء كتبتها واضحه، وبعدين هاشتاج انا مش بتساب، وكنت مبلش قبل انت عايز تسبني. ايه بقى العالم هون، لا قلت لك شو عم بيصير هلا، صار كل واحد عملنا انه كل واحد يكتب كلام على انا مش بتساب كيف يتوقع يكون الموضوع. بقى طلع في كتير شعره صراحة، وحبيت كتير الموضوع. بس ولا موضوع قريب على الغنية على فكرة، ولا موضوع فيهم قريب الغنية، لأنه هن متخيلينها بغير محل. إذا أنا مش بتساب، أنا مش بتساب ولا تعليق من التعليقات أو التوقعات صادفت جو الأغنية أبدا. هي جو الأغنية واضحة أنه أنا مش بتساب، يعني فيها بس انه الموضوع غير كل اللي انكتب، موضوع كتير جديد ومهضوم. الله، ايه تشوقت.
لا وقلت له على الطاولة قلت له جايبت لك غنية. هذه هي شكلها. أيوة هذه أول هنت الظاهر. أي. أول هنت. إيه أول هنت اشرح لي مش فاهم. لما كنا نتعشى ايش قالت؟ أيوة. قالت أنا مجهزت لكم أنتوا يا الشباب. أنا والدكتور ناصر أغنية. قلت لها طيب وداليا؟ قالت لا للشباب فقط. اوه لا لا اوكي. فالحين لما قالت انا مش بتساب وعطتنا الهنت هذا فالظاهر هذه الاغنيه خاصه بالخاصه بالعنصر خاصه للرجال فقط. ايه للرجال فقط اكيد. ما هو اجا ترك عشان كده بقى في الحفلات بتاعتك بيبقوا ايه ليديز اونلي. طبعا كله جاي على نسمع على دول. ايوه يا لولو. بس يعني انا مش بتساب معناته انه هو ساب اوريدي. ايه انا مش بتساب يعني انت تركتني او بدك تتركني او شيء هيك يعني. ايه بس يعني لو مش انا اللي تساب يعني كيف يعني كيف يعني ما راح اقول لك كيف. عم تغمز على داليا انا بدبرك هلا بدي تلفن للشعر غير الكلام بعد اكثر. انت خلصتيها صح؟ ايه وصورتها جاهزه. اه خلاص يعني ما في ما في ما في ما في مجال تغيرينها. لا تخيلي تغيرين اغنيه وعامله ترند على لا بس على المسرح ممكن على المسرح ممكن ادعمك يعني. ها لا الله لا يجيب الدعمات. طيب ايش بحضرت لنا عمل نسمع الحين معك الحين؟ انت بتعرف انه انا هلا بلشت افصل ها؟ صحيح؟ قديه الساعه؟ ما هذا الابداع الفني ما يطلع الا مع اطول انترفيو عملتها في حياتي. حسيت بالوقت؟ انت هلا شفتي الوقت؟ لا ما حسيت بالوقت بس انا حسيت انه بلشت ما كتير ركز. ها ديكالاج ديكالاج اورير صح؟ صح ديكالاج اورير ترجمة باللغة الفصحى لو سمحت. إنه يقول الفارق الزمني. طيب بس يقال الواحد لما شوي يبدأ يتعب وينعس وكذا يبدأ صوته يحلى أداء يصير أجمل. مش معقول آه لا 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 ما سألتك صح؟ صح؟ الليالي الليالي ليالي. وليالي المونديال. ايه لا ليالي المونديال اليوم ارجنتين. فيف لارجنتين. ايه 1-2-3 فيف لارجنتين فيف لارجنتين. ايه بس اليوم عم نلعب استثنائية اليوم علشانك بس. يا كنت فين يا يا شغلي هوايا كنت فين يا Yeah.
الجوائز المقدمة من شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه هي سيارة لكزس LC500 موديل 2022 وسيارة لكزس IS350 موديل 2022. الجوائز المقدمة من شركة سبيد مارين هي دراجة كانام ميفريك X3 DS توربو 2-seat SSV موديل 2022 دراجة كانام رايكر 900 STD موديل 2022 سكوتر بحرية اي اكوا سيدارت فان سي سكوتر. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من ليالي المونديال. اليوم بدلنا نطلع معاكم بفقرة مع خالد، راح يكون في فقرة اسمها مع ناصر. دكتور ناصر اللي راح يسويه اليوم هو عبارة عن شو يسمونه العمل قيادة الأوركسترا، انهم يعزفون موسيقى معينة، والموسيقى هذه بدون غنى راح تكون، لكن هي الموسيقى خاصة بأغنية معروفة. والأغاني اليوم الاختيارات جبارة دكتور، صح؟ جبارة يعني لا مسهلينها عليهم أول يوم، سهل اليوم يعني خفيفة، ترفع الليفل شوي شوي إن شاء الله. فالدكتور أنت اللي راح ترشد الفرقة الموسيقية. أكيد أنا نايمة. لا بس أغاني أنت هتعرفيها أكثر مني، أنا ضايعة. أكيد بتعرفينها حبيبي، وراح نستقبل عليها اتصالات وبنشوف إذا المتصلين راح يعرفون الأغنية هذه من أول مرة ولا لا. دكتور جاهز؟ يلا يعني تبلش. يلا راح نبلش. يلا بسم الله. على ذنكم احنا مشغولين شوي هنا ولا هذا راحتكم بس لا حد يغشش المتصلين بس. يلا يلا يا عارف تحرنا الصوت. هاي نوى بس على العالم سهلة. اسمعي الحين انت بتسمعين بتقولين اخاف يفرط الموضوع بتقولينها. قول انت مين؟ خلاص يلا انت مين؟ يلا 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 انت مين؟ وخرت عشان تشوفون الدكتور. حبيتيها ايه؟ قوي. يلا طيب خلنا نستقبل اتصال اول شيء. بتطلع مش نستقبل اتصال اول شيء؟ طيب ناخذ اتصال معانا ابتهال. ابتهال السلام عليكم. سلام هلا والله. كيف الحال ابتهال؟ بخير الله يسلمك. حياك الله يا ابتهال. ابتهال اليوم اليوم طبعا منورين اليوم ضيوفنا الفنانه نوال الزغبي والفنانه ايضا داليا البحيري، وعندنا اليوم طبعا هذه الفقره مع الجزود، وعندنا هذه الفقره الجميله راح يبتدئها اليوم، وانت اول مشاركه معنا في الفقره الجديده اللي راح نسميها ان شاء الله بدايه خير يا رب. ان شاء الله بدايه خير. بس انت شلونك بالاغاني الطربيه الجميله؟ والله الحمد لله يعني ان شاء الله. دكتور طربي ولا 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 لا طربي طربي ايه. طيب يلا يا ابتهال ركزي مع الدكتور واسمعي شو اللي راح يقول. يلا طربي. نسم علينا. نسم علينا. برافو سمتي. برافو دكتور. دكتور كم الجائزة؟ كم تعطيهم 2000؟ عندك. الدير بحيث ابتهال. شرب حيث. من أول يوم قاعدة. فازت الحين. فازت بإيه بقى؟ فازت مبلغ مالي. أوكي. كم دكتور؟ 2000 ريال. 2000 ريال مبروك ابتهال. مبروك. تستاهلين يا ابتهال. كيف الفقرة؟
روعة. حلو. بس زيدون شوي انت كمان 2000 ريال. زيدهم؟ زيدهم. ابتهال لك 4000 ريال. الله. كان ولا سبي. سؤال حتكمل معانا صح؟ نعم. هي حتكمل معانا. لا خلاص الحين ناخذ متصل جديد. خلاص ربحت. متصل مع ماشي. بعد عندنا معزوفة ثانية. صح دكتور؟ صح. طيب. معاي السمي خالد. صباحك الله بالخير يا خالد. صباحك الله بالنور والعافية. كيف الحال يا خالد؟ الحمد لله بخير. جانك بخير. مستعد ولا مب مستعد؟ إن شاء الله توكلنا على الله. دكتور يلا. استلم. يا طيب القلب. شكرا شكرا ست نوال. شكرا والله نسيت انه عندها نسيت انه ايه انا ما سمعتش نسيت بالميكرو يا طيب القلب. مبروك عليك 2000 دينار يا خالد. 2000 ريال خلاص. أربعة يا خالد. 4 مبروك. مبروك يا خالد. طبعا اكيد يعني انت كنت عايز تكسبيهم صح. تباركت عليك يا خالد. كان نوال الزربي. طيب بشرة بشرة بشرة. الو يا بشرة. ست نوال. لا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه. يعافيك. حياك الله يا بشرة. شلونك؟ الحمد لله. تحياتي للفنانات الجميلات اللي معانا. ميرسي يا بشرة. يلا حنكسبك. ايوه اقطعوا الصوت عنها. حبيبتي نوال. ها احبك وايد واحب كل اغانيك. حياه قلبي انت. حياه قلبي يا عمري انت. ايه اوعى تكونوا سكرتوا الميكرو. لا هتغششك. قديه بدك تربحها؟ عندك الثاني هذا الهاند مايك شغال. قديه بدك تربحها؟ هذه كم تبي تعطيني؟ خمسة. خلاص اوكي تجاوبين صح تاخذي الخمسة ان شاء الله. بس مساعدة فنانتنا عندها الموضوع. والله عيد دكتور. بعد كم يوم. يلا تفضل. بس بشرة هتعرف. قطعوا لي الصوت من هون. زي الهوى يا حبيبي. ايه طبعا. بشرة مبروك 5000 ريال. 4 شوفي الأربعة من البرنامج في 1000 من الفنانة ست نوال. ولك 10 روحي. تستاهل. والله تعطيها 10. والله تعطيها 10. 10؟ ما خلاص 10. ولا لا. أنت مين؟ مبروك يا بشرة. مين؟ أنت فين؟ طيب بعد عندنا اتصال؟ أكيد قطعوا كل الميكرويات هلا. في بعد معزوفة؟ أنا خلص بس ممكن أرتب واحدة. يمديك ترتب يمديك. يلا. طب هات لي أنا حذرهم واحدة. شو أنتِ؟ يلا. يلا. تعالي بس أول شيء نسقي مع الدكتور أول شيء. يلا يا لولو. بتدندنينها؟ إيه دندنة. يلا. بتدندنينها بس بدون كلمات. بدون كلمات. تجيب فوق؟ يلا تمنى تيرارا تاتي تاتارا تاتي 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 تاتي
خلاص ربيع. طيب من معي؟ طب نتسلى ريوف انه العاب هيدي. أيوة. ريوف مش كده؟ سلام عليكم. السلام يا ريوف، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ريوف صح؟ مبروك الجائزة. ربحتي معنا خلاص. حياك الله يا ريوف. ريوف ريوف يا تعيش الليل لا 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 تاري لا 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 تاري لا 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 ترى تدير ترى لا 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 ترى لا 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 تيرا را 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 تيرا را 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 وحفلة يلا حفلة يلا شو الصوت اقطع الصوت اقطع منهم بس اقطع هذا حتى الثاني واخر شيء قطعوا كلهم تروحين مع داليا. أيوة مايك أيوة داليا طبعا. ايه طبعا. يلا يا ريوف عرفتيها ولا لا؟ تبعيش الحد يسونك؟ ايه شو اسمها؟ شو اسمها؟ ما هي مسويت لنا حفله الله يتذكر اليوم بارتي بالعرب. ايوه برافو برافو برافو. قد ايه ربحت؟ انت قد ايه حفله لازم تربحوها كثير. قد ايه بدك تربحيها من جيبك؟ شي 10 10 من جيبك؟ لا من جيبك 14. ريوف مبروك، الجائزة بنتفاهم فيها بعدين. انكسر التلفزيون. بعد 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 واحدة بعد واحدة بعد واحدة يلا العبوا اللعبة دي تاني خلص. بعد اتصال بعد اتصال. الو اكيد اخر مرة حتلعبوها هلا. اكيد اخر مرة خلصت ميزانيتنا. يلا دقيقة خلنا بس ناخذ اتصال. ايوه خلنا ناخذ اتصال، عندنا اتصال. ايوه يلا دخل اتصال على الخط. رولا حياك الله يا رولا، كيف الحال؟ رولا صباح الخير. والله رولا صباح نامت. الخير ايه رولا نامت. إيه لا خلاص ممكن كمان تصير مساء الخير عادي. مساء الخير. صباح الخير. كيف حالكم؟ الله يحييك، كيف حالي رولا؟ والله الحمد لله، يسعد مساكم يسعد مساء ضيوفنا. حبيبتي يا رولا مرسي. يلا رح نرفحك رولا. نعم الدكتور الله ينعم عليك دنيا واخره يا رب، الدكتور محضر لك معزوفه تعرفينها تطلعين. أيوة بجائزه. ايوه تكون سهله ان شاء الله. ولو ما عرفتيهاش حتطلعي بجائزه برضو عايز. كفايه انك كريمين واحنا بنستاهل. طيب دكتور جاهز؟ احنا نبي اسم المقطوع. طلعوا عم بيقولوا عن الجائزه قد ايه؟ لا ما قالوش خلاص. يلا احنا اللي بنقول. 1 2 3 4. هذه الأغنية؟ لا بلا. هي لفيروز واسم الأغنية؟ ايه لفيروز. الحلوة دي قامت تعجن بالفقرية. صح برافو برافو يا رولا. لفيروز ها رولا أول واحدة تجاوب تاخدها أكتر. سيد درويش ايه غنيتها فيروز. غنيتها فيروز بس هي فعلا بس الأساس لسيد درويش. لك ألحان سيد درويش وألحان سيد درويش صح؟ ضاع معلومتي صح؟ ايه بس فيروز انت مين ولا مش انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ عن جت لاج. نقول لا نقول مبروك حق اللي فازوا خلاص اليوم خلصنا. طب عم اقول لك بعد شي اثنين والله مبسوطين عم يربحوا هالعالم. ام كلثوم. طيب خلنا ناخذ اتصال الاخير في هذه المسابقه. ماجد صبحك بالخير يا ماجد. صباح النور والعافيه يا هلا. كيف الحال يا ماجد؟ الله يعافيك يا مرحبا. ماجد من وين تكلمني؟ من الطلال.
يا مرحبا مسهلة يا مرحبا مسهلة يا ماجد. ماجد ركز مع الدكتور، ركز مع الدكتور، الدكتور راح يسمعك معزوفة. جاهز؟ ايه جاهز. اول شيء كيفكم؟ الله يرحمك. اي ترى ما صوتك، ما صوتك يقطع. الحين صوتي واضح؟ واضح تفضل. ايه بس راح فيك بالفتاة. ايه بس تكون هينة ان شاء الله. عن جد ايه انه اخر اتصال 20,000 ريال. ماجد ماجد ولا تهون، شيل السبيكر عشان نقدر نسمعك بوضوح، لان صوتنا مع صوتك يضرب ما نقدر نسمعك ان شاء الله. دكتور يلا عندك. هاي يا ماجد ليه صعبتوها على ماجد كده؟ لا لا انا بحتاج يلا. لا سوري يلا يلا بنعيدها، بنعيدها له مره ثانيه. ها لا غيرها، لا زود حته بقى ثانيه، خش كده زياده نغيرها. كمل 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 عليها. لا غيرها خلاص نغيرها. واسطتك قويه ماجد. مبروك يا ماجد، مبروك يا ماجد، مبروك. ماجد مبروك. موديل التلفزيون ولا فن؟ لا لا مو موجود زرعتك. صالح مسي عليك بخير. ام صالح يدفع مريايين اخر الليل. احنا عرفها في النهاية؟ ما يحتاج يعرفها. ست نوار خلتها. إذا خل نسأل على طول. جاوب خلص. ما كنت تجي على راسي وحياة الله. حبي إيه؟ حبي إيه؟ ونور المتصل. ماجد راح ماجد؟ لا يا ماجد أنت ربحت معانا، مشيت ليه؟ لا طب آخر واحد استلم موجود موجود ماجد. أيوه موجود موجود موجود. ماجد شو اسمها الغنية؟ مشكورين. إيه إيه جاوبت. اسمها إيه؟ حبي إيه؟ حبي إيه؟ اسمها حبي إيه؟ حبي إيه؟ برافو برافو. ما أدري إيش اللي صار. ماجد ألف مبروك عليك الجائزة. ما في ثانك يو نوال، ثانك يو داليا. لا ثانك يو نوال جدا يعني كل انتي نوال انتي داليا ما في ثانك يو. قول ثانك يو. والله شكرا. هو يقول غناها معنا، خلينا نغنيها نسمعها. لا ماجد يقولون 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 صوتك حلو اخوي، ايش رايك تغنيها؟ ماجد الله يعافيك. مشكور يا ماجد، يعطيك العافية، شكرا على اتصالك وألف مبروك عليك الفوز بجائزة مالية. بعدين بشوف شو القرار اللي تتخذه الإدارة ليك قلبي فطلوك. دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. مشكور ليك. أنا برأيي آخر ليلة حتعملوا له البروجرام. أبدع. دكتور. أبدعت يا دكتور. الله يسلمك. جميل. مهضومة صح؟ إيه مهضومة اللعبة كتير. حبيتي؟ هل إحنا بعدنا على الهواء؟ صح صحتي؟
ايه صح صحت بصراحة. مدد شوي. طيب شخبار كيكي كيكي شخبار؟ ايه لأنه كنا عم نحكي تحت الهواء. كيكي بتجنن انت. صحيح عندك بيت كيكي؟ عندي ثلاثة. ثري بيتس عندك وعملت لهم حساب انستغرام خاص فيهم؟ لا بس كيكي. بس كيكي. شو من وين من وين بعدين من وين جت فكرة ان انت تعملين حساب؟ يعني اوكي يعني في ناس كثار عندهم بيتس في البيت. انا مو لعب الكلاب. اها. وكيكي ميني شيواوا. كثير مهضومة وهيك اجريسيف. بتضل اذا حدا بيجي مثلا بده يسلم علي. وكنت خيط لها تياب انا. اشتغل لها تريكو اعمل لها تياب لانه ما كان في تياب على قياسها قد ما صغيره. فكنت عملتها لعبه يعني. وحبيت شارك مع الفانز الشيء اللي انا حبته يعني. يعني اول شهرين ثلاثه جابت 13,000 انستغرام وبعدين سقت يعني وما عاد كفيت. وقفتي بعدين. غاره والعيال ولا ايش؟ ايه ابني بيقول لي بتغنجلوا له اكثر مني. داليا تحبين تربين القطط؟ انا عندي كوكو. كوكو حبيبي. كيكو كوكو. كيكي وكوكو. كوكو لولو. لا لا ما هو انا. عندي كوكو مالتيز وعندي بيلا لابرادور ريتريفر وجوزي عنده كلبتين كلبين تيبسي وتروي كبار. احنا بن جولدن ريتريفرز. احنا بنحب الحيوانات قوي بنحب الكلاب جدا. قطط ما فيش. انا كان عندي زمان 26 قطه. كم بس 26 قبل 26 سنه. انا ما بحب. كان عندي 26 قطه. وين كنت مربيتهم؟ في البيت. كنا مربينهم في البيت انا واهلي يعني لما كنت في بيت بابايا ومامتي. هي كانت قطه وبعدين خلفت وبعدين جدا. ايه الله كل من كل خلفه كيوت نخلي دول يخلفوا الله دول كيوت نخليهم في 26 كاتس. فيعني بدهم مصروف على فكره. لا دول بادجت لوحدهم. مشيتوهم سرحتوهم. حبيبي بابا اضطر بقى يسفرنا برا وقت طويل عشان يعرفوا يسربوا القطط. طيب انا بكره القطط. ليش؟ غدارين. والله لا يا نونو لا خالص مش غدار. بيتقال عليهم كده بس هم لو اتفهموا their language مش غدارين. ليك انا لانه كنت صغيره مره واثنين عم بيتخانقوا مع بعض وهجموا علي. من وقتها ما طبعا. كنت صغيره؟ صغيره ايه كان عمري شي 5 سنين. فصارت عندك عقده. ايه ولهلا ما بيروح المنظر. شو عملتي فيهم؟ يعني بعدني حافظه المنظر. شو عملتي فيهم؟ لا ما بعرفهم. كنت واقفه بالجنينه بالبيت وشفت اثنين بسينات عم بيتخانقوا مع بعض. خناقهم بيبقى صعب. بس ما تحبين تتابعينهم على لا ابدا. ما تحبين تتابعينهم ابدا؟ لا ما ابدا. مع انه يعني طوافات لطيفات يعني. ما بحبهم. انا بحبهم. انا بحبهم بس انا عارف انا فاهمه ان في ناس كتير مش بتحب القطط. لان القطه حركاتها واصواتها لما بيتخانقوا مش سهله يعني. بس اللي مربي قطط وهم صغيرين متعود عليهم. متعود عليهم. المهم الفكره ان انت صرتي يعني عندك هالكيكي فاشينيستا صح؟ هذا اسمها كيكي فاشينيستا. وعندي لولو. ايوه لولو بدها تفوت على الخط يعني. لولو صغيره عمرها سنه ونص. بومرانيان مع لولو. ميكس. وعندي فرنش بولدوغ كبير. هذا لا صغير. ما اعرف فيهم انا. تعرف ما تعرف الكلاب؟ لا والله ما اعرف. انا والله افرجيك صورته. احنا على الهواء بس يعني. اي عادي. اي اوكي. هذا هو الابيض. ها اوكي وضحت. لا ابيض ووجهه اسود. وضحت. هي بنت. وضحت الصوره. وضحت. قلت له شوف اذا في شي صوره. هاي اللي مبينه. هاي اللي مبينه ما عليه. وهي لولو البيضة. ايوه. هاي مين؟ لولو. هذه لولو ها؟ ايه. هي تتربى في عزك ان شاء الله. حبيبي. انت مين؟ انت تقول لي خالد انا غنيت بلهجات مختلفة. بس بعد الفنانة نوال غنت خليجي. ايه بس وقعدت تقول لي غني هلا.
لا انا لازم اسمع خليجي، لازم اسمع خليجي، الجمهور حاب يسمع صوتك في الخليجي. مين اللي عم بيقول لك بدي انت؟ في حد من الفانز صراحه حابين يسمعونك خليجي. عم تحكي ايه مصرين. عادي عادي تشغلني تشغلني في حبك، عادي عادي تجرحني تجرحني بهواك، عادي عادي تشغلني تشغلني في حبك، عادي عادي تجرحني تجرحني بهواك، لو تموتني احبك بس اموت انا معاك، عادي تشغلني في حبك عادي تجرحني بهواك. الله الله الله، شكرا. داليا ممكن تمثلين غير باللهجة المصرية؟ أمثل بغير اللهجة المصرية؟ بس لازم أتمرن، يعني لازم أتدرب عليها لأنه هيبقى صعب. يعني أنا عملت مسلسل بالسعيدي باللهجة السعودية، كنت لازم أذاكر، وكان بيبقى في معانا مصحح لهجة علشان اللهجة غير. فأه ممكن بس محتاجة تدريب يعني. وبلغات أخرى؟ آه ممكن بالإنجليش، بس مش عارفة بقى يعني بالإنجليش، بس لغة تانية ما أظنش، أحتاج أذاكر بقى. هي بقى مذاكرة كتير يعني. يعني لو جاك دور خليجي ممكن تجيدين اللهجة الخليجية؟ لازم أتمرن كتير، لأن أنا ممكن أقول اللهجة الخليجي، بس محتاجة طبعا مصحح لهجة يبقى معايا، وممكن الناس تحس يعني أنا لو حد اتكلم مصري اللهجة المصرية وفاهم أنه بقى بيقول اللهجة هايل، أنا ممكن أعرف أنه مش مصري من تكة يعني. فلازم حد يبقى معايا يعني، حد يصحح لي. آه ليه لا، حياك الله. حياك الله، صح. برافو. تلميذة مجتهدة. لا لا لا، على طول لقطتها ما شاء الله. طيب أنا صراحة جدا جدا سعيد بتواجدكم معانا اليوم في البرنامج. شكرا. ونحن أسعد والله، أنا كثير تسليت كثير. والله احنا أكثر والله، وضحكت وتسليت وانبسطت لحبيبي ميسي. ميسي جاب ثلاثة اليوم وراح الفاينل. تعرفت على داليا، أنا أحلى حاجة والله إن أنا شفتك. طولي في عمرك وخليك يا رب. وحضرتك الله يسلمك. عن جد وشكرا للفرقة الموسيقية. استالون. طيب ست موال، اترك لك الكلمه الاخيره كختام للبرنامج. نسمع منك كلمه اللي من قلبك حابه تقولينها للجمهور. لا تنسين عند جمهور المغرب، لا تنسين الجمهور الارجنتيني اللي ما يتابعنا. يعني اكيد اول شيء بدي هني دوله قطر، لانه 18 الشهر في مناسبه حلوه، اليوم الوطني. صحيح. وكتير حلو اللي عم بيصير بقطر، شيء بكبر القلب وبنفتخر فيه. وإن شاء الله يا رب السلام بعم وين ما كان، وكل الشعوب ترتاح من بعض الأنظمة اللي عم بتعكر الجو. يعني بتمنى لحالي ولعائلتي كمان الصحة، وإن شاء الله أنا مش بتساب بتعجبهم إن شاء الله. إن شاء الله على الأول السنة الجديدة. هذا إن شاء الله. هداء لك ترى هي. هداء لي؟ إيه. إيه لأن مساعة قالت لي، بس لحين ما غنت لي إياها، فاليوم أنا طلعت فرطت من الموضوع يعني. الحمد لله ما في ما في قصف عشوائي. لا أشكر ربك ما غنيته. الحمد لله الحمد لله. ليك أول ما بتنزل تذكرني. طيب أوكي. بالإضافات ها بالإضافات. ست نوال مشكورة. شكرا. مشكورة مشكورة. مرسي كتير. داليا. أفندم. شكرا على حضورك معنا. أنا اللي مرسي جدا. أشكركم. تكلتش المجال ان انت تقولين اي كلمه حابه تقولينها في نهايه هذا البرنامج. تفضلي. تشرفت بيكم جدا واتبسطت قوي قوي وتسليت معاكم حقيقي. مبسوطه قوي قوي ان انا كنت مع نوال في الحلقه دي، لان انا قلت قبل كده ام ا بيج فان.
بشكر كل الكرو اللي ورا الكاميرات، شكرا جزيلا، وطبعا الفرقة الموسيقية. يوم وطني سعيد على قطر والقطريين ان شاء الله يوم 18. فخورة جدا جدا بعروبتي من اللي بيحصل في قطر وفوز المغرب، ويا رب بتمنى لهم ان شاء الله ان شاء الله بكره مباراة موفقة يا رب. كلنا وراكم. ايوه وانا كمان. ان شاء الله كلنا ورا الفريق المنتخب المغربي، لمتونا حواليكم، فبقول لكم يا رب يا رب موفقين، بنحبكم قوي. وزي ما قلت قبل كده، الفن والرياضه هما اللي بيجمعونا كعرب، فيا رب دايما متجمعين تحت اي رايه ان كانت، بس نبقى متجمعين. شكرا جزيلا، الله ما يفرقنا ان شاء الله. يا رب. رب العالمين. ضيف الدائم دكتور، يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه، ما قصرت. الفقره الناريه اليوم، الفقره الجميله هذه. تسلم تسلم. صرفت كثير يا دكتور. والله حبيت اشكر انا تلميذه مجتهده صح؟ جدا، عرفتهم كلهم، خششتيهم كلهم، يستاهلون والله. خليهم ينبسطوا ويتسلوا. وشكرا صراحة، يعني نجمتين من نجوم الوطن العربي معنا اليوم، أسعدتونا جدا صراحة، وكنا يعني مبسوطين بوجودكم اليوم وبالقعدة الجميلة هذه صراحة. شكرا. ألف ألف شكر. شكرا لك كثير. شكرا لك يا خالد. مشكور يا دكتور فنان دال البحيري، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. ثانك يو سو ماتش. ست نوال، شكرا على روحك. شكرا لك. شكرا على وأنا كثير مبسوطة تعرفت عليك. والله أنا أكثر. عن قرب. أنا أكثر، أنا أكثر. هلا أنت ما قلت لي مع مين بالمونديال؟ أنا؟ أنت مين؟ هي ما بيعرفوها. المغرب، المغرب فقط. من الأول إيه؟ لا أنا من الأول كنت فرنسا، بس خلاص الحين قلبت. إيه أنا قصدي من الأول مع مين؟ لا من الأول فرنسا طبعًا، هو الفريق الأساسي. هو فرنسا والفريق اللي يفوز. يعني قعدت هناك 9 سنوات. إيه تجازو كم كم لزوازو؟ أم تي بو دو تونز أون تونز. ست نوال كل الشكر لك على حضورك معنا. تالي شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لنهاية هذه الحلقة الجميلة بحضور ضيفتين الكريمتين معنا في هذه الحلقة. إن شاء الله تكون الحلقة هذه نالت على إعجابكم ورضاكم. موعدنا بإذن الرحمن بكرة إن شاء الله في أول ليلة الساعة 11 المساء إن شاء الله، نلتقي معاكم بإذن الله في حلقة جديدة من ليالي المونديال، على أمل بإذن الرحمن أن يكون أحد قطبي المباراة النهائية المنتخب المغربي إن شاء الله. أشوفكم بكرة، مع السلامة.